غالبيتهم الآن يمكن مساء. طبعا طبعا اكيد. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيلا. طبعا اليوم في ضيف رائع عزيز جدا على قلبي بصراحه، انا ما حكيت معه من قبل ولكن له مكانه خاصه. اخونا خلف، خلينا نرحب فيه. اهلا وسهلا فيك اخي خلف. يا اهلا ومرحبا بعزيزي جان، وفرصة سعيدة. أهلا وسهلا فيك خلف. خلف طبعا أنت غني عن التعريف وما في داعي يعني أنا أعرف فيك، بس كما جرت العادة في البرنامج بما أنه أول مرة تكون ضيف علينا في البرنامج، شرفتنا بهالإطلالة الكريمة هي. يا ريت هيك بطاقة مختصرة عن شخصك الكريم، تفضل، بطاقة تعريفية طبعا. أوكي، أهلا وسهلا فيك أخ جان وبمشاهدين ومتابعين. أنا اسمي خلف يوسف، أردني مقيم حاليا في كندا، ناشط في حقوق الإنسان، نشاط طبعا نشاط شخصي، مجهود شخصي، يعني إنسان غيور على الإنسان، إنسان مهموم عنده همومه في مجتمعه الشرق أوسطي وما يحدث في الشرق الأوسط، بس هذا هو. احلى خلاف، احلى خلاف. خلاف، قبل ما نبدا بالاسئله الروتينيه عنا، كيف شفت كندا؟ كندا طبعا دائما الخيال مش زي الواقع، واحد بتخيل شيء في باله ويرى شيء، هو يعني الجمالية كنت أتخيلها جمال وحرية وكذا بشكل معين بذوق معين، لكن أنا شفت فيها يعني ما جيت على الواقع رأيتها بجمال آخر، يعني رأيتها ما انصدمت مثلا من ناحية الجمال والنظام والأبنية وإلى آخره. ممكن انصدمت بالصعوبة في الحياة هون، يعني الثقافة نوعا ما شوي صعبة، مش صعبة إنك يعني تتعلمها، صعب تتأقلم عليه، بالنهاية رح تتأقلم، يعني بالنهاية رح تتأقلم. الغلاء هون في يعني في فانكوفر بالذات، الغلاء بكندا بشكل عام وفي فانكوفر بالذات في غلاء معيشي. النظام هون نظام جدا صارم، الترتيب، منظمين بكل شيء، اهتمامهم بحقوق الإنسان، عندهم تركيز على الإنسان وعلى البيئة بشكل عام، يعني دولة رائعة بكل المقاييس، إلا يعني الصعوبة بس في هذه النقطة، يعني ممكن أنا البعض بيقول لي راح تكون راح تواجه يعني أول 3 سنين في الصعوبة، بعد هيك راح تصير إنسان آخر وراح تنتج وراح تصير إلك يعني إلك مصدرك الرزق الخاص فيك وراح ترتاح أكثر. آمل يعني على أمل هذا أني أستطيع أني أنجح في هذا. بصراحة أنا عندي تجربة، يعني عندي تجربتين مع اليونان ومع بريطانيا. يعني هي أول سنة بس تقدر اللغة يعني تقدر تتعامل مع الناس بلغتك، بتحس حالك خلص الهم الكبير انتهى. يعني مسألة الغربة، أول ما تجي ثقافة مختلفة، يعني 3 4 سنين بتلاقي حالك صرت من المجتمع ذاته. يعني ما في، خصوصا المجتمع الكندي يعني مجتمع متعدد الثقافات، ف يكون الاندماج سهل كثير بهالمجتمعات. في شيء مقارنات خطرت على بالك بعد ما دخلت شهر شهرين؟ يعني مقارنات بين الشرق الاوسط وكندا. هو كوجه مقارنة يعني للأسف ما في وجه مقارنة، يعني ما تطلع أنت مثلا، أنا خرجت من الأردن إلى لبنان في نصف 2014، وصلت لبنان في مساء يوم الجمعة ب 30/5/2014. طبعا المقارنة بين وضع لبنان والأردن، يعني لبنان وضعها مأساوي في الاقتصاد، مأساوي في النظام، مأساوي في ما في مي، ما في كهرباء، نوعا ما الأمن غير مستتب، والتأخذنيش يعني خلينا نكون صريح يعني واضح،
الأحزاب السياسية هناك، كل حزب عامل فيه حكومة وعاملين فيها، كل دولة كل منظمة أو حزب مع مسلح وعامل فيه حكومة، والناس الشعب رايحين في الرجلين، يعني ما في نظام ما في دولة هناك. فعشت سنة ونصف تقريبا، يعني عشت حياة السنة ونصف في لبنان كنظام وكوضع اقتصادي، كماء وكهرباء، وضع مأساوي. ولكن تعاملي مع الشعب صراحة، يعني هناك سكنت في الضاحية الجنوبية، الكلام اللي بيحكوه، على فكرة ونكون يعني واضحين وصريحين، الكلام بيحكوه موضوع الشيعة وما الشيعة، بيعرفوا اني اردني، كانوا يعرفوا اني اردني، وبالتالي اني سني، ومع هيك ما وجدت منهم الا كل يعني ود واحترام. هذا الظاهر، الى انا اتكلم بالظاهر، لكن في البطون انا ما بالبطون ما اعلم ما في بطون، ولكن ويعني كمان حتى لو كان في بطولهم، يعني هم مش بحاجه الي، انا بحاجه الهم، يعني كنت فمش هم فنوعا بيقول لك انهم بيمارسوا التقيه، وما التقيه مش بحاجه لمارس التقيه، ما انا نقطه ضعف، يعني انا في نقطه ضعف، يعني ما بقدر اني اتنمرد، او اني مثلا اقعد مثلا اشرق واغرب بالكلام واقعد القح كلام عليهم، لانه انا بحاجه لهم مش هم بحاجه الي. فانا عشت فتره في لبنان سنه ونص بالضاحيه الجنوبيه، ما شفت بشكل عام، ما شفت منهم الا كل خير بالتعامل معي، وكونت صداقات هناك، وكل اللي كونت صداقه معهم كلهم شيعه. وفي اخر تقريبا 4 5 شهور الغالبيه منهم عرفوا اني انا، كانوا يعرفون انا ملحد، ومع هيك يعني ما وجدت منهم اي صد ورد من هالكلام، يعني ممكن البعض شوي يعني تحفظ معي بالتعامل، يعني انه انت ملحد من الكلام. لكن الموضوع الاخر، الموضوع الاخر بتعرف، في موضوع الميول الجنسي هذا، طبعا انا يعني شيء انا ما استطعت اني ابوح فيه، لانه حتى لو لبنان كان في نوع من التحرر، الا لا زال الموضوع العقليه الشرقيه ما زالت موجوده عند الغالبيه، يعني تجد انت التحرر بس موجود في بيروت العاصمه، تجد هناك التحرر، تجد هناك تجدها يعني عباره عن دوله اخرى غير باقي المناطق اللبنانيه. فاللي صار انه لبنان وضع، لما سافرت من لبنان على كندا، ما وصلت كندا هون ما فيش مجال المقارنه، انك تقارن بين وضع الشرق الاوسط وكندا، دوله غربيه، دولة صناعية، دولة قانون، دولة الحكم فيها متداول، كل شيء مكشوف أمامك، مكشوف، ما في اللي بغلط إن شاء الله رئيس الدولة بغلط بتحاسب وبتحاكم، وعلى الفضائيات أمام الناس كلها. فيعني الموضوع ما فيش فيها لف ودوران. لكن هناك في الشرق الأوسط إحنا بدنا نقارن، يعني بعض النقاط نذكر بعض النقاط، النظام، المحاسبة، عنصر المحاسبة، تحاسب الإنسان المفسد، الإنسان المرتشي، بتحاسب حساب عسير، وما في لحية مشطة زي ما بيحكوها عندنا ببلادنا العربية، بلاد العرب والفروسية والشهامة وال ما أعرف إيش، تجد الحرمنة بعصابات مافيا عشائرية، قبلية، مناطقية، هذا منين أصلك أنت، وهذا منين أصلك أنت، وهذا منين أي عشيرة، وهذا من أي قبيلة، ويعني صاحبي، قريبي، من عشيرتي، من حزبي، كلها بتغطي على بعضها البعض، وكلها بتغطي على فساد بعضها البعض، غطي على فسادك عشان بغطي على فسادي عشان أغطي على فسادك، ونتفق مع بعض ونتقاسم هذا، والناس همها بس يعني بس تلاحق الاخرين، انه ليش انت بتنام بغش وبتعمل غرفه النوم، ليش انت ملحد، ليش انت بتفكر، طب انت جابت مهتم في انا وتارك اللي بسرقك وبنهبك. طبعا ما في وجه مقارنه، يعني لما وجدت هون، جيت على كندا فرحت،
كنت يعني فرحان وقلق بنفس الوقت، ولا زلت يعني مرتاح ومتأمل وفي عندي خطة، يعني بعرف إنه مجهودي اللي ببذله ما بضيع، بعرف على يقين إنه الناس بتساعدك، بيعرفك ما بيعرفك بيساعدك، تسأله عن شيء مثلا بدك تحكي معه باللغة الإنجليزية وفي بعض الجمل أنت بتخطأ فيها بصحح لك إياها، بده يقول لك أنت، هو بفهم إيش بدك إياه بس بصحح لك الجملة، بقول لك أنت قصدك كذا 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 كذا، يعني بساعدك في كل شيء. إذا شافك معك ورقة وبتطلع أنت ومحتار وين تروح وين تيجي، بيجي واحد بيقول لك يبدو أنك يعني ضايع، وين بدك تروح؟ تورجي الورقة بدلك هو، لا وأول مرة بتشوفه آخر مرة يعني. فالبعض بيقول لي أنت لا 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 تسحر في كندا، لا ما تحب كندا كثير عشان ما تنصدم بالواقع، لكن احنا يعني هي بشكل عام الوضع ممتاز في كندا، نظام يعني نظام القانون، هي الشيء المسح بسحرك، الشيء اللي بسحرك القانون، انه في قانون والقانون فوق الجميع. الأديان ما أديان، أنت اعبد الله زي ما بدك، ابني مسجد، ابني مساجد، ابني كنائس، ابني دير بوذي هندوسي، وجدت جميع أنواع المعابد اللي بتخطر في بالك، البوذية، معابد بوذية، مقامات يعني زي أشياء مقدسة بحطوها البوذيين، الهندوس كذلك، المسلمين بطوائفهم، المسيحيين بطوائفهم، ولكن كله تحت القانون، في قانون ضابط الجميع. أي نعم، هذا يعني باختصار يعني. بصراحة خلف، أنا أحييك وأشجعك يعني إنه بهالنظرة لمجتمعك الجديد. وكنصيحة أخ، أنا متغرب صار لي تقريبا 25 سنة، يعني تقريبا بال95 يعني 21 سنة متغرب، دراسة والدراسة ثم الدراسة. صح، أنت في عمر مثلا 41، نحن عنا بيقولوا مثلا انه خطير هذا ورايح عليه، شو دراسة شو يعني، صح، هي ثقافتنا للأسف الشديد. بس صدقني هنيك يعني نيفر تو ليت، يعني مثل ما بيقولوا، أنا هون لا شفت ناس صدقني بال60 وال70 بيروحوا الجامعة وبيدرسوا، ولا مظبوط، بيدرسوا مهن تانية. صدقني رجل 70 كان وقتها 73 74 جاي عم بتعلم الإدهان بالكوليدج، يعني ادهان، شو ادهان؟ صح، ما بدها دراسه، ولكن جاي يتعلمها بالكوليدج. ف مظبوط، كنصيحه اخ، ادرس سنتين ثلاثه اربعه قصيرات بروحه، بس تمتلك شهاده، مهنه تعتمد عليها، مهنه ترفع راسك، ومانك بحاجه لاي شيء من يعني من مساعدات او شيء من هالقبيل يعني. صحيح صحيح. انا هون يعني لما حكيت لهم عن موضوع، سالتهم لما كنت اسال، لا زلت بسال يعني بستفسر عن موضوع المجالات اللي ممكن ادرسها، وهل العمر، لما احكي عن العمر، لما اسال واحد عن العمر بيعصب ويقول زلمه ايش بدك في العمر، يعني بمعنى كلامه انت ايش بدك فك يعني هاي الكل بيحكي كلمه انه شو بدك في العمر، ان شاء الله عمرك 100 سنه ادرس، وطالما صحتك فيك وتقدر تشتغل اشتغل، يعني ان شاء الله عمرك 100 سنه تقدر تدرس اي تخصص اي صنعه اي حرفه، وبتقدر تشتغل فيها وبتقدر تنتج تكون منتج، اذا صارت فيك عله ما بتقدر تشتغل هذا شيء ثاني الحكومه بتهتم فيه، لكن طالما انه صحتك فيك ما تسال عن عمر، تسالش هاي العمر هذا اكس عليه ما في عمر. فهذا الشيء اللي الروعة في هون في كندا، وبيشجعوك يعني بيحمسوك، عرفت كيف؟ وبيعطوك خيارات، يعني بيعطوك يعني أكثر من خيار، إنه تقدر تعمل خطة معينة، تقدر تشتغل مثلا في شغل مش بدوام كامل، بجزء دوام، أو عرفت كيف؟ يعني في هون تقدر تشتغل كمان جزء دوام مش دوام كامل، بحيث انك تقدر مثلا تشتغل ايام العطل الرسميه او عطلات اخر الاسبوع، وباقي الاسبوع بتدرس مثلا. فهذا الشيء يعني هذا الشيء رائع، تقدر بيعطوك مجال تنظم حالك، تنظم وقتك، تقدر تشتغل مثلا مسائي او تدرس مسائي، او شغله الدراسه يمكن مش دائما تضبط معاك انك تدرس في المساء، غالب الدراسات بتكون ايش، صباحية، يعني من الصباح لبعد الظهر.
بس الشغل تقدر تشتغل يعني بارت تايم او يعني دوام كامل، ولكن يعني هذا بشكل عام انه بيعطوك مجال تنظم وقتك، مش زي عندنا في عالمنا العربي. عالمنا العربي اذا رسبت مثلا او ما استطعت انك بعد التوجيه الثانويه العامه مثلا تدرس لازم تدفع مصاري، هون تقدر تعمل دين معكش مصاري تدرس، تقدم على دين مثلا تدرس على حساب الكليه كدين، ولما تشتغل بتسده. يعني هذه من اروع الشيء اللي ممكن يخطر في بالك، عرفت كيف؟ هو موضوع الدراسه هو اللي اصلا يعني نجح الاوروبيين، هو انه بيدرس والجماعه بيحبوا العلم. بالضبط. خلينا خلف نرجع على نبدا حلقتنا. طبعا سؤال متعودين عليه، الاسئله اللي متعودين عليها، يا ريت تحكي لنا عن نشأتك في المجتمع كطفل، كيف تلقيت الدين، كيف كان تعاملك مع الدين، كيف كنت تشوف الله انت وطفل، يعني كيف كان اهلك مثلا ربوك الدين اللي ربوك عليه، كيف كانوا يعاملوك، كيف فرضوه عليك ولما فرضوه اختيار. احكي لنا عن طفولك وتجربتك الطفولية مع الدين، تفضل. طبعا أنا مولود في عائلتي نفسها يعني متدينة، عائلة متدينة سنية وذات طابع بدوي ريفي، طابع بدوي ريفي، تمام. الوسط العائلي والوسط يعني على جميع المستويات، مستوى العائلي، مستوى الحي، مستوى المنطقة اللي أنا فيها، كلها كانت متدينة. يعني اللي تعودت، لو صحيت عليه ما صحيت إلا على لحى رايحة لحى جاية، عرفت كيف؟ طبعا وراثة، يعني هو كالعادة وراثة، كدين كمذهب وكدين وكتدين. العائله طبعا عائلتي طبعا من النوعيه، ما بنقسم طبقيه، نقول طبقيه، طبقه وسط او عليا او دون او ما بعرف شو التقسيم هذا اللي بيقسموه، يعني اقل من الوسط. احنا يعني بتقدر تقول اقل يعني من ناحيه الماديه والاقتصاديه، يعني اقل من الوسط، اقل من الطبق الوسط. طبيعي يعني عائلة يعني بشكل عام زي أي أغلب العائلات العربية والمسلمة، يعني تربية عادية يعني، ولكن هي طابع ديني، طابع متدين كان. نعم هذا باختصار. نعم. متى إمتى بدأت بالصلاة؟ موضوع الصلاة طبعا التدين، هذا لما تقول تدين إذا الصلاة يعني، وخاصة أكثر شيء إجى التدين من جهة الوالدة، يعني أكثر شيء اللي تلزمك يعني كانت تلزمنا في الصلاة، تلزمنا في الصيام اللي هي الوالدة. فيعني بالنسبة للصلاة أنا يعني أخوالي، من جهة أخوالي كذلك، والدتي وأخوالي هم اللي كانوا يأخذوني للمسجد، يلا على المسجد، يلا يا خلف على المسجد، أكون ألعب مثلا بالشارع، يلا يا خلف على المسجد، ليش تلعب بالشارع، مش سامع الأذان، يلا على المسجد. فالصلاة يعني كانت عبارة عن تلقين، يعني أروح وآجي ما أفكر حالي أنا في المسجد، صحيت يعني وعيت على حالي وأنا موضوع الصلاة، لما تجي وقت الصلاة لازم أتوضأ وأروح أصلي، إن شاء الله تكون في خمارة بأذن بدك تروح تتوضأ صلي. يعني عرفت كيف البرمجة بتكون واحد، لكن فعلى عمر 8 سنين الصيام وصلاة، كان عمري ثمان سنين صيام وصلاة بالتزام كامل. لكن كالتزام تدين يعني غير تقليدي، يعني تدين بلحية وإلى آخره ومجالسة المشايخ وإلى آخره، هذا كان في سنة 1990، سنة 1990-91 بالضبط أيام حرب الخليج، لما دخل صدام حسين على الكويت. في ذاك الوقت صار طبعا تطلع يعني مصير أحداث معينة، مثلا في الدول العربية حرب العراق إيران أبوعاها، يعني الحرب العراقية الإيرانية والانتفاضة الفلسطينية الأولى وتبعاتها وحرب اللبنانية وإلى آخره، هذا كله بوعاه يعني. فكل مرة
تعرف المشايخ بيصيروا يعملوا إسقاطات بالأحداث، مثلا بين النصوص الدينية الحديثية والقرآن وبين حدث معين، بقول لك هذه من علامات أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنه كذا وكذا يحدث كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه وها هي قد حدثت وانطبق، فبيعمل إسقاطات. فأنا من ضمن الناس اللي تأثر بهذه الإسقاطات وبالكتب والمنشورات اللي كانوا يعملوها، فالتزمت، كان هذا التزامي وتديني، بدايته كانت 1991. أي نعم. يعني بتقدر تقول هالعمر هذا أظن كان بال15 14 15 16. أنا مواليد ال74، مواليد ال74، يعني بتقدر تقول 14 15 تقريبا. بهالعمر هذا خلف، شو الأسئلة اللي كل إنسان بهالعمر هذا بتجي الأسئلة الحقيقية، بصير يبحث عن مسألة الله. شو الأسئلة اللي كانت تخطر لك مثلاً، وكيف كنت تجاوب عليها؟ كيف كنت تلاقي لها حلول مثلاً؟ الموضوع أول شيء التقديس، يعني لما تكون عندك شيء مقدس، نص مقدس، مفهوم القداسة الشيء إنك ممنوع من ما تتعامل مع هالشيء هذا كتعاملك مع الآخرين، أو تعاملك مع الأشياء الأخرى أو المواضيع الأخرى. مثلا تجد مثلا الإنسان في تعامله مع أصدقائه، تعامله في الحياة اليومية مع الآخرين، تجد العقل والمنطق والذوق والرحمة والعدل شيء فطري مباشرة بكون حاضر. فأنت بتنتقد مباشرة، بتنتقد فلان، أنت ليش عملت هيك؟ حرام عليك يا زلمة، ليش عملت هيك؟ عيب عليك، كذا كذا إلى آخره. لكن لما يصل الموضوع للشيء المقدس، كل هذه الأشياء تتعطل، العقل والمنطق والذوق وكل شيء يتعطل. إذا لم يتعطل يعني ممنوع أنت تخوض في إنك تيجي تفهمه أنت وتحاول تفهمه، لا، الآخرين هم بيفهموا بالنيابة عنك. أنت ما عندك علم، ما عندك كذا، ما عندك اطلاع، لا تفسر، لا تحكي، لا تخوض في ناس متخصصين في هذا الموضوع. فاللي بمر علي يعني، اللي كنت لما كنت أقرأ مثلا في يعني بصير كالتالي: الإنسان المتدين يميل في طبعه للشيء اللي فيه الرحمة، اللي فيها الود، اللي فيها الروحانية، اللي فيها الأشياء، فبينتقي. يعني هذا الآن بحدث وحدث منذ القدم، إنه المشايخ أو الناس اللي عندهم علم أو مطلعين ينتقوا، يقتبسوا من التراث، بيقتبسوا، بيجعلوه بكتب صغيرة أو بمنشورات صغيرة، بقول لك محمد الإنسان مثلا، تعامل الإنساني مع أصحابه، تعامل الإنساني مع زوجاته، تعامل الإنساني مع الآخرين من الغير المسلمين، وهكذا. فتجد فترسخ عندك القاعدة، لا تعلم غيرها، ما تعرف بالإسلام غير هذا الشيء، فبتتكون عندك الصورة مثلا إنه محمد هالرحمة، محمد هالعاطفة، ما يعني العاطفي، محمد الرحيم، محمد المحترم الذي يحترم الآخرين وإلى آخره. أما إنك تيجي تقرأ، أما يجي الفرد الإنسان المسلم المتدين يقرأ من أمات الكتب، من المراجع نفسها، هذه نادرا جدا 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 جدا. فإنسان مثلا يقرأ مثلا في آيات، مثلا آيات القتل، إحنا في مثلا في الابتدائي مدرس، لا زالوا بدرسوهم غزوات النبي، غزوات النبي. فسابقا بسبق لك، بيقول لك محمد رحيم، محمد رحيم وكذا والى اخره، ولكن شديد على المعتدي، وبيدافع عن ارضه، بيدافع، يعني جعلوها موضوع دفاع، يعني انه الغزو فسرونا الغزو على انه شيء دفاعي، ولحد الان بيفسروها انه شيء دفاعي وشيء يسترق العدو، يعني انه في على وشك انه العدو او يهم العدو بفعل غزو او اعتداء على المسلمين، فالمسلمين بيستبقوهم وبيغزوهم. ومن هذا الكلام أكثر شيء اللي كان يؤرقني واللي كان يزعجني، يعمل لي نوع من الإزعاج، نوع من الارتباك، إنه الدموية،
عرفت كيف يعني؟ مثلا في حديث، في قصة عبد الله بن مسعود، درسوني إياها بالابتدائي، أنا درستها بالابتدائي. في معركة بدر، قصة أبو عبد الله بن مسعود بشكل سريع، عبد الله بن مسعود والمعروف بأبو جهل اللي هو أبو الحكم، لهم قصة في مكة في بدايات الدعوة الإسلامية، إنه عبد الله بن مسعود استفز، الصحيح إنه استفز أبو الحكم، فأبو الحكم لطمه، يعني ابن مسعود راعي غنم، مع احترامنا للصنعة يعني هي مش عيب ولا شيء، ولكن يعني التقسيم الطبقي والإداري والجهوي وإلى آخره تتحتم من أن نتكلم هيك. فعبد الله بن مسعود راعي، وأبو جهل سيد بن سادات مكة معروف أبو الحكم، فعبد الله بن مسعود استفز أبو جهل، أو سمى أبو جهل واستفزه بآية قرآنية أو إيش ده هيك، فلطمه أبو الحكم، لطم عبد الله بن مسعود فقطع جزء من ذانه، قطع جزء من ذان عبد الله بن مسعود. فذهب ابن مسعود والدماء على وجهه إلى النبي محمد وقال له فصار كذا 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 كذا. فأخبر أنه في الحديث طبعا أنه قال فيها فيما بعد، يعني بمعنى الكلام أنه فيما بعد عن قريب راح تأخذ بثارك، راح تأخذ بثارك منه. فبعد الفترة بعد الهجرة وإلى آخره واستقرارهم في المدينة و بعض الغزوات، حدثت بعض الغزوات، وحدثت غزوة بدر الكبرى، صارت المعركة، جرح أبو الحكم وسقط. فجاء ابن مسعود، جاء ابن مسعود إلى أبو الحكم ووطأ على صدر أبو الحكم، قال أبو الحكم لقد اعتليت مكانا، بما معنى كلامه، اعتليت مكانا لم يعتليه أحد، يا رويعي الغنم، يعني بالتصغير، يا ما قال راعي الغنم، يا رويعي الغنم. فبيحكوا لنا انه احتز راسه، سحب سيفه واحتز راسه، حاول يحز عنق ابو جهل، قال بقول لك السيف كان لم يكن حاد كافي، فتناول سيف اخر واحتز عنق ابو الحكم ابو الجهل، وأخذ رأس أبو جهل وجره إلى محمد، يريد أن يعني يريد يريه لمحمد أنه هينا أنا انتصرت وأخذت بثأري. شو ينظر أبو محمد إلى أبو مسعود، إلى ابن مسعود ومعه الرأس، ويقول له ويضحك، طبعا الرسول يضحك، يقول الرواية أنه يضحك حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه، قال يا ابن مسعود الأذن بالأذن والرأس زيادة، يعني أنت طبشت، يعني هاي أنت أخذت ثارك بأذنك، هاي الأذن بالأذن والرأس زيادة، يعني خلاص زيادة، يعني هذا ضحوك القتال هذا حبيبنا. بالضبط، ضحوك القتال، يعني جئتكم بالذبح إلى آخر، ضرب الأعناق واضربوهم فوق كل بنان، من هالقصص اللي بالقرآن وبالسنة. فالشيء اللي كان لما يحكوا هاي القصة أنا ما كنت أشعر بسعادة يعني، لكن بنفس الوقت شيء مقدس، أنا ما عندي شيء بداخلي أنفر منه، ولكن بنفس الوقت كنت أبحث عنه، يعني تفسير، أبحث تبرير، أبحث شيء أني أطمئن له، أنه أنا أتقبل هذا المنطق وهذا الواقع بصدر رحب، على الأقل بتسليم، على الأقل بتسليم. فكأكثر شيء كان يؤرقني الدموية في التراث الإسلامي، الدموية والهمجية في التراث الإسلامي. أي نعم. طيب يا ريت، انا مثل ما بعرف واصدقائنا كلهم بيعرفوا انك كنت امام مسجد، احكي لنا نعم. رحلتك من بدات بالتدين بهالعمر هذا لحتى صرت امام مسجد، وكيف كنت تعامل الناس، كيف كنت تعامل نفسك كامام مسجد يعني. هي موضوع، نعم، هو من موضوع الإمامة والخطابة ما كانت خاطرة في بالي أبدا. هي الموضوع التدين بدأ مثل ما حكيت لك في سنة 90 91، بسبب النشاط المشايخ والعادة عند المشايخ اللي هي استقطاب الناس بأسلوب الإسقاطات، النصوص يسقط النصوص على الأحداث فيجلب الناس إلهم. فصارت حرب الخليج وانتهت حرب الخليج، الحرب الأولى والثانية في سنة 93 94،
انهمكت في ال في صار عندي نوع من النهم، ما بعرف شو اللي صار معي انا. اقرا، ما اقرا الكتب من امهات الكتب، اقرا المؤلفات. يعني ياتي انسان يؤلف، بيقرا هذا الانسان هذا الشيخ بامهات الكتب ويقتبس ويضع في كتاب ويطبعه. فالناس تقرا هذا الكتاب، لا تعرف ما يوجد في امهات الكتب. الا يوم من الايام اللي صار معي، انا بدي احكيك بالضبط شو اللي صار، يعني كيف وصلت لموضوع الامامه. شيخ من مشايخ السلفيه بالذات، هذا العجيب في الامر، وجدني مره بدرس في مسجد عن الصوفيه والاشاعره وبحذر منهم، وكنت طبعا في بدايات التزامي كنت سلفي. الغالبيه من المسلمين الان والالتزام في التدين هي على الطريقه السلفيه الحنبليه بفضل السعوديه. طبعا السعوديه تضخ النفط وتضخ معها الكتب والاشرطه وتضخ معها فكرها للعالم كله. فاللي صار انه شاف الشيخ تحمسي في بعض سلسله دروس اعطيتها في بعض احد المساجد، قال يا خلف خذ قاعده، لما بدك تدرس مذهب معين او دين معين لا تاتي الى المخالف، الى المذهب المخالف، وتقول له مثلا، تساله يا ايها المذهب المخالف ما رايك في المذهب الذي تخالفه او المذهب الذي تعاديه، يعني ما يا ايها العدو ما رايك بعدوك. طبعا هنا مش راح يكون في اي انصاف، العدو ما بينصف عدوه ابدا. قال لا تسال المذهب المعادي عن المذهب الذي تريد ان تدرسه، لا، اذهب الى نفس المذهب هذا و ادرس المذهب او ادرس الدين من مراجعه، لا تسمع عنه اسمع منه. قال ولكن مش شرط تكون على علم وتكون متعلم متفقه وكذا. طبعا رجعني للنقطه، يعني رجعني اخر شيء، اخذني ورجعني للنقطه اللي انا بدات منها، يعني بده اياني ادرس الدين المذهب على المذهب السلفي، وبنفس الوقت اذا بدي ادرس مثلا ما ادرس اراء من خلال ما ادرس من خلال ال شو اسمه عن ذاك لحظه هو ما يهمك بس ارد عليه هذا. لا لا خلاص رفض، يعني للاسف المفروض انه نعمل الاعدادات انه ولا يهم مش ولا يهم، خذ راحتك، واذا بدك شيل الفيسبوك لا 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 لا، بس هي انه يعني بدون لائحه ولا دستور جماعه بيجوا بيصبروا، لا استئذان ولا استئناس ولا شيء. المهم انا كثير متعودين عليهم هيك. فأنا يعني نصيحتي، نصيحته هذا رسخت عندي، يعني حطيتها في ذهن فعلا انه يعني ليش انا، طب يعني هؤلاء مثلا متمذهبين مذهب معين مقتنعين فيه، مش معقول انهم يعني مقتنعين بشيء من خيال خلاص بدون اي دليل او بدون اي نصوص. فبدأت معي انا اول كتاب بدأت أقرأه من سنة 94 كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. هذا كتاب في علم الرجال، تراجم الرجال، يعني اللي هي الأشخاص الشخصيات التاريخية في الإسلام، متى ولد، متى، كيف نشأ، إلى آخره، كيف تعلم تاريخه في غزوات، إذا كان صحابي مثلا أو إذا كان تابعي أو عالم أو خليفة أو إلى آخره، أعلام التاريخ الإسلامي. طبعا هذا الكتاب كان جاء قراءتي له بعد احداث معينه حدثت معي، احداث قاسيه جدا يعني هزت كياني، فكانت هي بدايتي الانطلاقه الى دراسه المذاهب الاخرى والافكار الاخرى من خلال هو مذهب، من خلال هذا الكتاب. يعني في اشياء هذا الكتاب يعد مرجع، يعني مرجع في تراجم الرجال، مرجع اساسي مهم عند المذهب الأهل السنة والجماعة، عند طائفة أهل السنة والجماعة. فغيرت مفهومي لكثير أشياء. فبدأت أنا أدرس باقي المذاهب الأخرى وأدرس من كتبهم وقارن وكذا، فصرت أتبنى لما أقتنع في مثلا فكرة معينة أتبناها، فصار عندي موضوع يعني ملكة النقد أو رفض التناقض، حتى لو كان شيء كنت أنا أدرسه فيما مضى ودافع عنه وأدرسه وأنظر فيه وأكتشف أنه والله كنت على خطأ،
فمباشرة أتخلى عنها وأعلن إنه لا، أنا كنت أقول كذا وكذا وكذا كذا، لا أنا كنت مخطئ، هيك كنت مخطئ وأمام الناس يعني أقول كنت مخطئ، والآن تبين لي في فكرة معينة مخالفة ولها دليل قوي فأنا أتبناها. فالناس كانوا ما يعرفوا ها خلف، لا هو سني لا هو شيعي لا هو إباضي لا هو زيدي لا هو صوفي لا هو أشعري لا هو معتزلي، لا. فكنت يعني أنا زي ما تقول لام أو جامع يعني من الأفكار، مش بمعنى بهدف أني أجمع، لا، إنه خلاص بيقولوا بشيء مخالف أتبنى، إذا كان دليلهم قوي أتبنى. فبقيت على هذه الحالة إلى أن وكنت أشتغل يعني بعد الثانوية العامة في سنة 94، انتهيت من خلصت الثانوية العامة، ما استطعت أني أكمل دراسة لأسباب مادية، أكثر شيء أسباب مادية، ما بقدر يعني أدرس، لازم أجيب معدل عالي جدا حتى أدرس على حساب المكرمة الملكية في الأردن، ولكن ما أستطيع أني أدرس. فكان أنه خلاص توقفت عن إكمال الدراسة وانهمكت في دراسة الدين في القراءة، مش من باب التخصص أني يعني أتخصص وأني أكون مرجعية، لا، من باب التعلم، بدي أعرف إيش هذا الدين، بدي أعرف تاريخي، بدي أعرف ديني إيش هو. إلى سنة 2008 بعد أحداث كثيرة يعني طويلة جدا ما بدنا نحكيها، اللي اقترح علي موضوع الإمامة وإني أتوظف بالأوقاف وكذا، اللي هو أخوي، يعني أخوي اللي الأصغر من الكبير، يعني من أحد أخوتي، قال أنت ملتزم تدين وكذا وتحفظ القرآن، ليش ما تتوظف بالأوقاف؟ فكانت وظيفتي بالأوقاف في سنة 2008. قبل 2008 كنت متبرع بالخطابة والإمامة، أتبرع في المساجد، ويعني ناس يطلب مني خطبة يوم الجمعة أروح أخطب مثلا بالنيابة عنهم، مثلا بدي غيب أو إلى آخره. فكان بدايات الإمام والخطابة نوع من التبرع، نوع من التطوع، حتى كانت صارت وظيفة رسمية في 2008. لكن ايش الموقفي يعني الان، ايش الاشياء اللي كنت اطرحها بالخطابة، خصوصا اني يعني حتى اخر يعني ظليت بالاوقاف حتى بعد الحادي، يعني كنت ملتزم بالاوقاف وكنت امام وخطيب وانا ملحد. واو، هي نقطة رائعة. هذه النقطة البعض بيقول انت شو، اي نوع من الكائنات انت، شو نوع الانفصام الشخصي عندك؟ خلص بلا ما بطالع حديثك، قبل ما نصل لمرحلة انت ملحد، قبل ما تلحد وانت امام، لما كنت تلقي خطاب مثلا للناس عن غزوات، عن سيرة النبي، عن وانت في داخلك هالتساؤلات هي عليها، كيف كنت تحس، كيف كنت تقنع، تحاول تقنع الشخص الأشخاص المقابلك، يعني هل تبرر، هل تفضل؟ طبعا هو أسلوب الإقناع لما تكون أنت مقتنع في شيء ومؤمن فيه، مقتنع فيه ومؤمن فيه بطريقة أو بأخرى، مصدق، يعني الإيمان هو التصديق بالشيء، أنك تصدق الشيء بحيث أنه لا يشوب هذا التصديق أي شك، لا يشوب أي شك، هذا هو مفهوم الإيمان. حتى لو كان هذا الشيء شيء غيبي، شيء سماعي، أنت سمعت فيه شيء سمعي، بسموه السمعيات، شيء سمعنا به ولم نراه، فشيء من الغيبيات، عالم الغيب، أنك تؤمن وتصدق بوجوده بشكل بتسليم مطلق، بتصديق مطلق، بحيث لا يشوب أي شك. فلما تكون بهذا الحالة وبهذا يعني بهذا القناعة أو بهذا الإيمان، بدك غيرك يصدق كما أنت مصدق، وبدك غيرك يؤمن كما أنت مؤمن، فأنت تجد لنفسك مباشرة أسلوب في الإقناع، الأسلوب في أنك تقنع الآخر. فكان عندي يعني هي نوع من مش دراسة أو تخصص، بصير عند الإنسان نوع من الملكة، يعني بصير نوع مباشرة، يعني كأنها فطرية، لا أدري هي فطرية أو لا، إنه بصير عندك أنت أسلوب، بصير تربط النصوص في بعضها مثلا، تربط الأحداث في بعضها، فتخرج آخر شيء الإنسان أمامك بخرج ب يعني بفكرة، دخل على المسجد مثلا، دخل على المسجد بأفكار معينة،
ويخرج بأفكار معينة. مش شرط يكون كل الأفكار اللي طرحتها تكون مقنعة له أو تكون دخلت له، ولكن على الأقل كنت أؤثر في الناس في بعض المسائل. مثلا موضوع الصحابة، هذا كان أكثر شيء، أنا أكثر شيء اللي خلاني أضع حد لموضوع التقديس، بدأت بموضوع الصحابة. موضوع الصحابة خط أحمر، ممنوع تقرب، ممنوع تنتقد، ممنوع تحكي. يعني هاي من الأشياء اللي بسموها الثوابت. من رأى النبي ولو لحظة رأى النبي فهو صحابي، بالتالي هو من العدول الثقات مطلق التوثيق مطلق العدالة، ويستحيل أن يكذب. هو عدالة، نعم. الضبط ممكن يكون الضبط اللي هو بسموه الضبط، اللي هي الذاكرة الحفظ والذاكرة، هاي بسموها الضبط. أما العدالة تتعلق بالأخلاقيات أو بالأخلاق اللي هو السلوكيات. إذا كان العدول يكون ما يكون أتى كبيرة أو كان مصر على صغيرة وما ارتكب شيء من مخلات المروءة، يعني موضوع العدالة، مفهوم العدالة عند العلماء المشايخ الإسلام. مثلا نضرب مثال عن موضوع الصحابة. لما بدأت موضوع الصحابة عند أهل السنة والجماعة بالذات، موضوع الصحابة خط أحمر ممنوع الاقتراب. لما يجي خلف مثلا ويقول لا، موضوع الصحابة مش خط أحمر، موضوع الصحابة مطروح في القرآن. كيف تجي تقول لي أنت مثلا أن القرآن الصحابي لا يستحيل كذب؟ طب القرآن بيقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، سورة النور اللي حديث الإفك على حديث اتهام عائشة بالزنا. العصبة باللغة العربية ما بين 10 و40. فلما تقول لي أنت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني منكم أنتم يا الصحابة، أنتم اللي حوالين الرسول، أنتم مش إحنا. يعني لما يكون القرآن يؤلف ويتم صياغته في زمن النبي محمد، لما يقول منكم عصبة منكم، يعني المقصود فيها الصحابة بديهيا يعني. والإفك هو أشد أنواع الكذب. ولما يجي واحد يقول لك لا مستحيل الصحابة يكذب، طب هو القرآن بيقول لك إن الذين جاءوا بالإفك، يعني الذين كذبوا عصبة، لا هو واحد ولا اثنين ولا 10 ولا 20 ولا 30 40 واحد على الأقل، 40 واحد. فكنت لما أطرح الموضوع يصير الجدلية، خاصة ما بين يتعلق بين ما حدث بين علي ومعاوية بالذات يعني. فكانت الجدليات، وكانت هذه الجدليات تفتح مواضيع أخرى لها علاقة بالعقيدة، لها العلاقة بالفقه، لها علاقة بالمذاهب، وإنه يعني تربط هذه المذاهب، تربطها بربط مباشر فيما حدث بين الصحابة. يعني البعض يسأل بقول لك شو السر، ليش هالتفرقة وليش هالمذاهب هذه؟ لكن لا، الناس الغالبية الساحقة من الناس لا تفهم ولا تستطيع أن تقرأ في أمة الكتب وتربط بين هذه المذاهب وبين الصحابة. الصحابة كانوا على مذاهب، مش بس مذاهب واختلاف، اختلفوا لدرجة القتل، قتلوا بعض بدليل قال الله وقال رسوله. معاوية لما حارب علي كان عنده يستدل بقال الله وقال رسوله، وكذلك علي بن أبي طالب، وكذلك عائشة لما خرجت في الجمل، وكذلك لما خرج على عثمان وقتل عثمان، الصحابة قتلوا عثمان، وهكذا. الموضوع الإقناع حسب ما فهمت سؤالك، موضوع منطلق يعني إقناعي للآخرين لما أكون أنا مقتنع، لما أنا أجد مثلا تبريرات أو تفسيرات، أو يعني أحاول أجد تمحلات، مثلا شيء أجد إشكالية فيه إني أفهمه أو إني أسلم فيه، فتجدني لأني بحاجة للهوية. موضوع الهوية لها علاقة بموضوع الهوية، انه انا كأن انسان مسلم، يعني كيف بدي اترك، يعني معقول الاسلام غلط هيك؟ يعني مستحيل يكون غلط، لا، انه في مثلا اكيد في سوء تفاهم، اكيد في شيء غلط. فاجدني ابحث بالتفسير، مثلا تفسيرات او تاويلات او تمحلات، لحتى انا اقنع نفسي انه حق، بالتالي اصير اقنع الاخرين بنفس الاسلوب. كانت هي بدايات، بداية النهاية. لما توظفت الأوقاف كانت بداية النهاية على فكرة، مش إنه يعني كمان يعني كنت ملتزم أو كنت مؤمن يعني هذا الإيمان.
أكيد. طبعا أنا راح أذكر أصدقائي إنه بعد شوي راح أفتح السكايب ويكون تواصل مباشر مع الأخ خلف. أخ خلف بصراحة أنا كثير سعيد فيك وبهالوقت الرائع اللي أعطيتنا إياه. طيب أخي خلف، خلينا نبدأ مرحلة الشك بالدين. يعني لما بلشت الشك بكل معنى الكلمة، إنه صار هون في عندك تساؤلات حقيقية ممكن توديك بداهية، يعني تودي إيمانك بداهية، خلينا نقول. تحكي لنا عن المرحلة هي، تفضل. هي موضوع المقارنة صار عندي نوع، مش ما بسميه يعني رسميا مقارنة مذهبية. المذاهب والأفكار تأخذني إلها وتزتني على الأخرى، هذه تأخذني وتزتني على الأخرى، وهذا وأقرأ تاريخ هذا المذهب وتاريخ هذا الفكر وتاريخ هذه يعني الفئة من المسلمين، فصار عندي النهم في قراءة مش المؤلفات. انتقلت من قراءة المؤلفات الرسائل الصغيرة إلى قراءة أمهات الكتب والصحاح. بدايات كانت أول شيء يعني لمع في رأسي إنه حديث بدء الوحي في صحيح البخاري، حديث بدء الوحي إنه النبي ذهب إلى غار حراء ولما نزل جبريل عليه وقال له اقرأ ما أنا بقارئ، فنزلت كم من سورة، سورة العلق ثم المدثر ثم المزمل، يا أيها المدثر يا أيها المزمل، ثم بعدك بعض السور، ثم انقطع في الرواية بيقول لك فما لبث أن توفي ورقة بن نوفل، ما لبث أن توفي ورقة بن نوفل وانقطع الوحي فترة. الراوي ما أعرف الراوي هو قصد فيها يعني ينبه الناس إنه يا هبايل انتبهوا، يا مهسترين انتبهوا، اسمعوا اسمعوا، ها ما لبث أن توفي ورقة بن نوفل وانقطع الوحي فترة. هو حتى فتر الوحي أظن، يعني هو خسر خسر الوحي فترة يعني مثل هيك زرفوها يعني شوي. بالضبط. في اظن انه بعض الالفاظ انه انقطع الوحي في فترة، انه في الفاظ وفتر الوحي فترة. الراوي الان في هذا الوقت الان المشايخ بيقول لك هذه اللفظة في وردت لفظة يعني موجودة في البخاري انه قال ففتر الوحي فترة حتى غدا النبي إلى شواهق الجبال ليلقي بنفسه أو يتردى من شواهق الجبال من شدة الحزن. بيقول لك إنه هذه الجملة أو هذه من اللي بسموها البلاغات، من بلاغات الزهري، واحد اسمه الزهري. هذا الزهري قصته قصة هذا الأحد. المهم فالزهري بسموه من هو من الرواة ومن الدراجين، يعني الذي يدرج بكلامه لما يروي الحديث، بسمع الحديث عن شيخه ويروي، وأثناء روايته يدرج من كلامه، يدرج بالحديث. فبقول لك هذه من مدرجات الزهري، لكن هي يعني متى ما حدا تكلم فيها، يعني ما نتكلم فيها إلا قلة قليلة، ما حدا انتبه لها، فهي من الصحاح. بس سؤال هون، قصدك بالتدريج يعني البهارات اللي بحطها على الزيادات اللي بحطها عليها؟ ممكن هي ممكن انك تسميها هيك، انه بفسر، بكون اثناء الروايه يشرح ويفسر، ولكن لا يميز بين شرحه وبين النص الاصلي، بين المتن، متن الحديث او النص الاصلي وبين شرحه، فبيكون شرحه و يعني مثلا قصه الاصيبيغي بن عسل، قصه الاصيبيغي بن عسل مع عمر بن الخطاب لما كان يسأل يطرح أسئلة وخرج من مصر، أعجز الصحابة، عمر والصحابة كلهم ما حدا استطاع أن يجاوب على أي سؤال، والرجل كان تلقائي صادق، فلما جلبوه إلى عمر بن الخطاب وكان رجل صادق، ما عنده، كان في شيء في غش في قلبه لكان أنكر، لقال لا سألت ولا فعلت ولا ما فعل شيء. فجاء إلى عمر بن الخطاب وسأله، قال أنت سمعنا عنك تقول كذا وكذا وتسأل، ماذا تسأل؟ فقال يا أمير المؤمنين أسأل عن كذا وكذا وكذا، وجئت على أمل أو على رجاء أن أجد الجواب عند أمير المؤمنين. قال الآن آتيك بالجواب. فجاء نادى الجلاد، أدخل الصحابة كلهم في المسجد، نادى الجلاد، يا جلاد اجلد.
جلد أول مرة حتى أدماه، فتح الجروح في صدره، في رأسه، في ظهره، في صدره، في جسمه. قال طببوه، يعني عالجوه، عالج جراحه. بعد ما طاب رجعوه مرة أخرى، ثم يا جلاد أجلد، جلد، ثم يدميه، حتى كرر الجلد والمعالجة 4 مرات. يعني الصحابة، يقول الصحابة: أيها الصحابة، يا ناس، اللي بده يسأل هالأسئلة هذه هيك مصيره، هيك مصيره. الآن شو بصير؟ طبعا هذا النص الأصلي، هذه القصة الأصلية طبعا باختصار. شو بصير؟ بصير بعض الرواة يبرر ويتهم ويقول لك: خرج رجل من مصر يريد أن يشتهر ويعلو شأنه وما بعرف إيش، وبصير يدرج كلام من عنده لحتى يبرر القصة، يعني حتى يجد تبرير لفعل عمر بن الخطاب. فبصير يدرج كلام، بصير يبرر، يفسر. فالبروي الذي يسمع الرواية يظن أن هذه المدرجات من نفس القصة، أنه كان فعلا كان رجل يريد أن يشتهر ويعلو شأنه. ولكن لا، لو كان يريد أن يشتهر ويعلو شأنه وفي قلبه غش كان أنكر. أي إنسان، الإنسان زي ما يقولوا في العراس بطحة بحاسس عليها. إذا أنت إنسان يعني بدك، ما عندك صدق نية، تنكر، بصير أنه عنده إنكار، بكون عارف حاله غلطان. لكن هذا الرجل جاء مع عمرو بن العاص وفعلا طرح على عمر الأسئلة، قال له: أنا بدي أجوبة. فالمهم صارت أنه أول رواية، أول نص عمل معاي هاي الفلاشة، هذه الشرارة القدحة في الدماغ، أنه يريد أن يتردى من شواهق الجبال. نعم، طب هو بيقول لك يعني يأس من رحمة الله، وما يأس، لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرين أو القوم الكافرون في سورة يوسف. فكيف هذه، كيف هذه؟ أطرح السؤال وصارت جدليات بين المشايخ. لا، حديث صحيح وبدك تسلم، وأنا أقولهم لا، البخاري، أقول لكم البخاري كله كافر فيه لأجلكم. أنا هذا كنت في العمرة، كنت في عمرة، كنت في مكة، وبعد ما خلصنا العمرة وخلصنا المناسك كل شيء، وصارت جدليات، ويعني صار حتى يعني صارت مشاكل بين أنا ومجموعة من الناس، إنه هذا يقول لك هذا البخاري، أقول من يلعن أبو البخاري الأولاني. فلاحظ أنت كيف أنا أقول، أنا أقارن يعني مين البخاري مع الرسول، هيك كإنسان مؤمن، كإنسان محمدي، إنه أنا بعرف محمد. يعني هو بيقول لك بالقرآن اليأس من رحمة الله كفر، وهو بيأس من رحمة الله يروح ينتحر، وقتل النفس، قتل النفس، يقتل نفسه. فصارت الجدليات أنه لا، البخاري إمام الدنيا، والبخاري، وأن أنت تتحدث عن البخاري. قلت لهم: أنا عن أبو البخاري، على كل واحد بخاري من أساسه لراسه، روح حلو عني، احكوا بدكم تحكوا عني. فكانت الشغلة، الموضوع بدأت في هذا الحديث، هذا النص، ثم تدرج نص آخر، موضوع الرؤية، رؤية الله يوم القيامة، وهذه قصة لحالها، قصة في صحيح مسلم، إنه يوم القيامة يعرض الله على الناس، فيعرض الناس أمامه: الذي عبد الوثن، والذي عبد القمر، والذي عبد الكواكب، والذي عبد الأوثان، والذي عبد الناس، إلى آخره، والذي عبد الفرج. فيجمعهم أمامه، فيأتيهم على الصورة، ركز، هذا في صحيح مسلم، فيأتيهم الله على الصورة التي كانوا لا يعرفونها. أنا ما بذكر النص كامل، لكن بعطيك أنا بعض الألفاظ النص. قال: على جاء الله على الصورة التي كانوا لا يعرفونها، فيقول: من أنت؟ أعوذ بالله منك، نحن لابثون هنا حتى يأتينا ربنا. قال: فيذهب، ثم يرجع على الصورة التي كانوا يعرفونها، فيقول: أنت ربنا. فيتجلى لهم يضحك، في رواية يتجلى لهم يضحك حتى تبدو لهواته وأسنانه. هذا مين؟ الله. الله يعني يأكل يعني حتى الأسنان؟ نعم، في اللفظة، هي في مسند أبو عوانة، اللفظة مسند أبو عوانة مستخرج على صحيح مسلم. الإمام أبو عوانة أثبت اللفظة، الإمام مسلم أسقطها. لاحظ كمان، لاحظ أن الرواة كمان بصير يتصرفوا بالرواة، بالروايات، بصير يسقطوا روايات ما بتعجبهم، ما يعني بتصيغوها بسقطوها. طب ما هي رواية جاية من عند اللي خلف شيخك، مو شيخك، مو انت ليش تسقطها؟ فهو يسقط اللفظة ما بتعجبه، بسقطها، أسقطها الإمام مسلم، أسقطها. الإمام أبو عوانة صاحب المسند، مسند أبو عوانة مسترجع صحيح مسلم، قال: لا، بردش على إمام مسلم ولا مليون إمام مسلم، بثبتها وأثبتها.
ضحكت تجلى حتى يضحك حتى تبدو لهواته وأسنانه. السلفية يثبت الآن يثبت لله الصورة، وأنه له إيدين وله رجلين وأصابع وكف ووجه وقبل ودبر، وأنه ينزل ويطلع ويخرج ويأتي ويذهب ويضحك وله أسنان وله لهوات، وحتى اللي جاءت بالنصوص يثبتوها بأنه هذا هو الله. فهذه بعض النصوص، ونصوص أخرى كثيرة كنت أقرأها وأتعرف عليها وأتفاجأ فيها، بلشت يعني تحرك معي، تنفض الغبار اللي على ذهني. فكثير من النصوص، كثير من أشياء، كثير من المنطق، خلاص الواحد بكون حاضر عنده، حاضر العقل والذوق، الذوق المباشر الفطري، يعني شيء انت يعني مباشرة، انت لما بيبدأ معاك تشيل او يعني تزيح القداسة، القداسة مشكلتنا احنا في القداسة، تقديس الشيء، خلاص قدست الشيء ما بتستجري تحكي معاه، ما بتستجري تناقشه او انك تعترض او انك مثلا تستفسر او تسأل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، آية قرآنية، يا ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، اللي هي من المعفيات، إنه يعني خلاص اسكتوا عنها لما يجي النص يبين لكم يا حلال أو حرام، خلاص. أما الشيء ما بتعرفوه له حلال ولا حرام، خلاص تسألوش عنه، فهو من المعفيات معناه يعني. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ما تؤتوا من علم إلا قليلا، يا سلام هذا جواب. فالمهم يعني الآن بيبدأ مع الإنسان، يعني انا بنصح اللي بسمعني، يعني اذا بسمع بقبل النصيحه من المخالفين وغير المخالفين، بتكفرني بتسبني بتشتمني، روح اقرا في صحيح البخاري، عندك صحيح البخاري موجود في نسخ قديمه مش غاليه، الان تستطيع ان تقرا صحيح البخاري عن الانترنت، كتب الكترونيه، نزل كتب الكترونيه واقرا وشوف النصوص. فكانت كثير أشياء، كثير من النصوص تأتيني يعني أو أقرأها تصدمني. فأنا أنا صراحة يعني أقول لك إنه الشيء اللي عالجني واللي داواني الصدمة، صدمة النصوص اللي كنت أتعرف على النصوص وأقرأها هي تصدمني، فأصير أسأل، أطرح الأسئلة، الأجوبة اللي تجيني أجوبة مش مقنعة، مش ما تشعر بك يعني، ما بترتاح، ما تكون مرتاح فيها. فما كنت يعني غالب بدايات ما كنت كثير اخوض نقاشات حول هذه الامور، لانه لما اسال عن الحديث بشرح لي بطريقه انه نفهم كما فهمها السلف الصالح، امروها كما هي بدون الخوض بها، بدون ان يطرحوا اي سؤال بها. الصحابه مين افهم، انت ولا الصحابه؟ طبعا الصحابه. هل الصحابه خاضوا فيها؟ هل الصحابة ناقشوها؟ هل طرحوا على النبي أنت بتعمل زي واحد اسمه الأصيبيغي بن عسل، وحقك يا جان وحقك وأحلف أني صادق، كل ما أطرح سؤال على حديث يقول لك أنت في واحد سبقك في زمن عمر الخطاب اسمه الأصيبيغي بن عسل، بس هذاك سيدنا عمر الخطاب عالج دواه، دير بالك يا خلف تكون واحد منهم. هذه كان هذا أكثر أجوبة كان يطرحوا يعني أتلقاها من الآخرين. اي نعم، للاسف الشديد اخي خلف، يعني هي هن ما عندهم سلاح غير التخويف والارهاب، يعني حتى خلوا الناس يؤمنوا يعني يقدسوا، مو يؤمنوا يقدسوا، التسليم يعني ممنوع، يعني ما تخوض، مش ممنوع، المشكله انه المشكله يعني المفهوم زي ما حكيت لك انا في بدايات اللقاء، انه يعني الخوف، الرهبه، التصديق المطلق، ما تسأل، لا تسألش كثير، ليش تسأل أنت يعني؟ مين أنت تسأل؟ ليش تسأل أنت؟ في ناس أفهم منك، أنت يعني لا يسعك ما وسع السلف، لا يسعك ما وسع ابن تيمية مثلاً، مين أعلم أنت وابن تيمية؟ بقول له ابن تيمية، طب لا يسعك ما وسعه، يعني كيف لا يعني أنت ما بتتقبل يتقبله ابن تيمية؟ مين أنت تتحدث على ابن تيمية؟ وفي نصوص وفي قواعد، في قواعد شرعية تحول بين الإنسان المؤمن أو المسلم وبين طرح السؤال. موضوع إذا أنت جيت وخالفت مثلا، أنت بذهنك صار معك تفكير معين أمام نص معين، أمام مثلا هذا النص اللي هو يضحك حتى تبدو لهواته وأسنانه، ويأتي بالصورة، الله يأتي بالصورة ثم يذهب ويأتي بالصورة أخرى تختلف، يعني يتقلب
يتقلب بصورته، مرة يأكل الحرباية. أي زي الحرباي، زي بالضبط متقلب، يعني له كل أكثر من شكل، يعني له شكل معين، له صورة معينة، ولكن يتقلب بأشكال مختلفة. فلما تيجي أنت تطرح هذا السؤال، يكون المنطق مثل ما حكيت لك، المنطق حاضر، المنطق في بداية اللقاء قلت لك المنطق حاضر، المنطق والتفكير والذوق حاضر أمام الناس، أمام الآخرين، والرحمة والعدل والإنصاف وكل يعني هذه الأشياء السليقية الفطرية عند الكائن الحي بشكل عام، سواء الإنسان أو الحيوان، تجدها مباشرة هالفطرة تشتغل دايركت مع الآخرين. لكن لما تيجي أمام الدين والنص هذا كله بتعطل، ممنوع مين أنت تحكي. فالنص بقول لك ثوابت، شيء ثابت، هذه ثوابت لا يجوز إنك 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 تخالفها. من خالف الإجماع كفر بإجماع، هذه قاعدة شرعية، من خالف الإجماع كفر بإجماع. لا يحق لامرئ مسلم، أو لا يستباح، بمعنى الحديث لا يحق لامرئ مسلم، أو بمعنى الحديث يستبيح دم آخر مسلم آخر إلا في ثلاث، فعد ثلاث أشياء، منها شق عصا المسلمين أو المفارق للجماعة. التايب الزاني، التايب الزاني التايب، وكمان الطيب هو الثاني، وفي الشغلة الثانية، أو المفارق للجماعة، تارك القاتل النفس بغير نفس، القاتل النفس بغير نفس، كأنه زي هيك زي هيك. والثالث اللي هي المفارق للجماعة، حتى لو كنت مسلم مؤمن وخالفت الجماعة تعد من الفئة الباغية، أو من الإنسان منشق، تشق عصا المسلمين، وأنك تفرق بين المسلمين. وهذا اللي حدث، ويعني وهذا الحدث بين الصحابة، يعني ارتكزوا على حروبهم بين بعضهم على هذا الأمر. كل فئة وكل فرقة كانت ترى في الفرقة الأخرى أنها هي الخارجة عن الدين، فتحارب وتقاتل كل فئة تقاتل الأخرى. الناس لم تنتبه إنه الحروب اللي حدثت بين الصحابة لم تنتهي إلا بالقوة، بالغلبة، لم تنتهي بحل، لم يأتي الإسلام بحل، إنه حل المشاكل مثلا، أو وجدوا حكم معين، أو إنه كان الإسلام هو الفيصل بينهم، أو القاضي أو الحكم بينهم. لا، اللي كان الحكم والفيصل بينهم هي الغلبة، والغلبة كانت غالبا لعلي بن أبي طالب، هو كان الغلبة لعلي بن أبي طالب. وبعدين صارت المشاكل والانقلابات والأساليب الحفر من تحت الأقدام والاغتيالات ودس السم وإلى آخره. هذا تاريخنا يا سيدي، هذا هو تاريخنا. للأسف الشديد سمع نعم. تاريخ أسود. طيب خلاص، خلينا بهالمرحلة اللي كنا بدنا نحكي عنها. أنت رجل صرت غير مؤمن، خلينا نقول، وما زلت تخاطب الناس كإمام مسجد، يعني كيف كنت تشعر وكيف كنت تخاطبهم؟ اللي كان ما هو شيء زي ما حكوها، خلاص وقع الفاس بالراس، تورطنا بهالورطه وما فيش مجال يعني نخرج منها. كنت يعني متورط ورطتين في هذيك الفتره، ورطه الزواج صراحه، وورطه الامامه والاوقاف. وحتى في 2013 درست، عملت دورتين، دوره لتاهيل الخطباء والائمه والوعاظ في مركز تابع لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، 9 مواد، ندرس 9 مواد فقهية، عقيدة ولغة ومستوى أول في التلاوة والتجويد إلى آخره. فحصلت على، بالنهاية حصلت على تقدير جيد جدا، وكنت ملحد في ذاك الوقت. فاللي بده يصير إنه يعني أنا ملزم، يعني أنا متورط في موضوع ولازم أكمله، يعني خلص لازم أمشي فيه، يعني ما بقدرش وين أروح بهذا السن. يعني عمري 38 38 39 سنة، دخلت على 40، ويعني ما في هناك، في ذيك الدول زي ما حكينا بداية الكلام انه ما فيش مجال الانسان انه يطور نفسه. فصرت انا يعني بالخطب الجمعة وبالدروس ما اركز على الاشياء الخلافية، يعني صرت احاول حتى اجمع الناس بمذاهبها، وحاول أجمع الناس بأديانها، وإنه أركز على المحبة والتسامح، ما تنظر للآخر بعنصرية، ما تنظر للآخر بكذا.
صرت أركز على في خطبي ودروسي على الجانب الإنساني. وللأسف للأسف غالب اعتمادي كان على النصوص الحديثية الضعيفة. يعني حديث، يعني لما نيجي مثلا، أنا كنت مع الصوفي في آخر 5 6 سنين في تديني، أيام تدين التزامي، انخرطت مع التصوف وحبيت الفلسفة الدينية، الفلسفة الدينية، وقرأت كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، وكتاب رائع جدا فلسفي في الدين رائع جدا، وحبيت الموضوع التصوف الروحانيات هذه، حبيتها، حبيت في محمد شخصيته الإنسان اللي يود الطير يحن على الطير ويحن على هذا. فركزت أنا في تصوفي مع الناس، ركزت على هذا الجانب، الجانب الإنساني، الجانب اللي هو حتى لو كانت النصوص ضعيفة. للأسف كنت لما أخطب خطب جمعة وأتحدث على هذا الجانب وأستشهد بالأحاديث الضعيفة، وأنا أعرف أن أحاديث ضعيفة، يخرج إلى المنبر بعدي شيخ سلفي ويقول: يا أيها الناس لا تسمعوا من هذا الشخص، هذا يعتمد على النصوص الضعيفة، وهو صوفي أشعري، وهو متشيع، أو يعني من هالكلام، ويطعن بالصحابة، فينفر الناس مني. فكانت يعني صراحة، يعني آخر فترة، يعني آخر 4 سنين أو 3 سنين من الخطابة والأمامة أثناء الحادي، يعني نوع من الكابوس كان، يعني كان هم يركبني، إنه خاصة موضوع الخطابة، يعني يقول موضوع الإمامة يعني بأم في الناس وخلص، بأم التراويح، بأم فيهم يعني، والدعاء والقنوت، وأدعيهم يقولوا آمين، وأنا ملحد، وأنا أقول اللهم اللهم، أقول آمين اللهم آمين، وأنا جواي حاط، تخيلني وأنا جواي هيك بداخل حاط إيد على خدي قرزي هيك، شو بدي أعمل يعني؟ الجماعة مساكين، طب أنا اللي شو بفكر فيه؟ بقول يعني عمل مطلوب مني، مكلف بعمل مقابل راتب. فيعني أنا بحاول، كنت أحاول إني أزيح الغبار عن عقول الناس بدون ما يعني أخليهم يلحدوا أو أشككهم بالدين، أخليهم يعني يبتعدوا عن الفكر التقليدي في الدين، يتقبلوا الآخر، يعني يودوا الآخرين، يحترموا الآخرين. كنت إذا في مشكلة، تصير مشكلة في حي معين أو مشكلة بين، كنت مثلا أخصص الخطبة في حل المشاكل أو فك النزاع، أو يعني بهذا، يعني كنت أخصص، يعني أركز بخطبي على حل المشاكل على الجانب الإنساني، ما أركز في التشكيك في الدين أو كذا، لأنه صراحة يعني أنا ما بدي، مش من نوعية لأستغل مكانتي، إني مثلا يعني موضوع نشاطي كملحد على الفيسبوك كان شيء، والشيء أنا المكلف فيه مقابل راتب شيء، أنا لازم أدي الشيء مكلف فيه على أكمل وجه بدون ما أجي أنا أستغل هذا الموقف، تمام؟ فأخذ راتبي مقابل هذا الكلام، كنت أخذ راتبي وكنت أم في الناس بالتراويح وبالصلوات الخمس، لكن يعني شعوري كنت، ما كنت أشعر بسعادة أبدا، يعني كنت يعني أتمنى أني أجد وظيفة أخرى وأتخلص من هذه الوظيفة، ولكن يعني كان وضعي لا يسمح لي، وزواجي وعلي ديون، لما تزوجت كان علي ديون أكثر من 7000 دينار أردني. طبعا تقول 7000 دينار أردني، وراتبي من الأوقاف كنت أتقاضى تقريبا 180-190 دينار، فيعني إيش بده أنا هالدين؟ فيعني اللي كان اللي ألزمني بالأوقاف هي بالأساس الحاجة المادية، المادة، وما في بديل، وبس يعني هي اللي خلاني يعني ألتزم بالأوقاف اللحية المادية، ما في بديل يعني، كان بس. أكيد. طيب أخي خلف، يعني وقت اللي صرت ملحد وتأكدت تماماً إنه الدين الإسلامي هو خرافي، هل حاولت يعني إنه تبحث بديانات تانية، مثلاً مسيحية غير مسيحية، إنه عسى ولعل، انه مثل ما بقول الغريب بتعلق بأشياء، يعني عسى ولعل. لا أشوف، بالنسبه لي انا وجدت انه
طبعا انا قرات في دوسي، احنا بنسميها دوسيه، انك تصور كتاب، تصور كتاب وتكبسه هيك التصوير كارستاتيكي، مش كتاب اصلي يعني. الكتاب لعبد الله القصيمي النجدي، المفكر السعودي عبد الله القصيمي النجدي. قرأت له كتاب العالم أو الكون يحاكم الإله، إيش زي هيك أتذكر كتاب، بس مرة واحدة قرأته. قلب كياني كموضوع، نفى موضوع الدين كله، يعني أعطاني صورة عن الدين يعني إنه أنت يعني فكرة الدين سخيفة جدا، تافهة جدا. فممكن لو لم أقرأ، يمكن لو لم أقرأ هذا يعني هذا الكتاب، ممكن اني كنت لازلت بحاجه اني ابحث عن دين لاجد فيه هي حاجتي الروحانيه، او شيء مثلا القي همومي ومشاكلي عليه واحاول اني مثلا اصبر نفسي الى اخره، ممكن. لكن انا كخلف ما اظن، يعني كفكر خلف، عقليه خلف يوسف، ما ظنيت حتى لو ما اقرا يعني كتاب عبد القصيم النجدي، ما كنت اني ابحث عن اي دين اخر، لانه حتى لو مسيحيه مثلا، وكنت يعني بعرف المسيحيه بشو بعتقده، اذا انا كمسلم بقول لك لا اله الا الله، لم اقتنع يعني بالاسلام وتركت الاسلام، فهل سوف اقتنع بانه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ الأب والابن والروح القدس، بقول لك هذا الأب شخصية والابن شخصية والروح القدس شخصية، بقول لك بس ولكنهم شخصية واحدة، فواحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد عند المسيحية. عرفت كيف؟ فهذه يعني بدأ أترك الإسلام أروح على واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، فالشغلة يعني لا، هي الموضوع الدين كله في أثناء ترك الإسلام نقد الإسلام جعلني ناقد الدين كله من أساس، إنه هذا الدين كله يعني مش مظبوط، يعني عرفت كيف؟ فيعني أنا لا أجد نفسي بحاجة، ممكن إنه زي ما حكيت لك مشاكل الإنسان وحاجة الإنسان إلى، عنده مشاكل كثيرة يعاني منها في حياته، لا يستطيع أن يحل مشاكله بالطريقة العلمية بالطريقة المنطقية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، فيلجأ إلى أسلوب اللي هو الخارق العادة، إنه يعني شيء آمل على أمل إنه هذه القوى العظيمة مثلا أو الله أو الرب أو الخالق إنه يوفقني أو يحل مشاكلي أو يشفيني أو إنه يعني من هذا القبيل، يعني إنه خلاص مشاكل، عنده مشاكل الإنسان يجد انه الافضل حل لها انه يلجأ الى التخدير، اسلوب التخدير الروحاني بسموه، اقرأ مثلا سوره، مثلا سوره الواقعه تنجيك من الفقر، اقرأ سوره ياسين تنجيك من الهم، اقرأ سوره الايه الكرسي تجلب لك الرزق، اقرأ مثلا ادعو الدعاء الفلاني، الله بوفقك للرزق ووفقك للعلم ووفقك للذكاء، ومن الكلام هذا اقرأ سورة الفاتحة 5 مرات بيشفيك من السرطان، الآن فن جديد هذا طالع من هذه الأيام، سبوا لأبو لهب كم مرة مشان تشفى من السرطان. أيوة رحمة الله على أبو لهب، رحمة الله على أبو لهب، رحمة الله على أبو لهب، بصير ملك، بصير وزير أو بصير أمير أو بصير يعني طيب. هذه الإنسان حكيتها بفيديو أنا، أنه إن أساس الدين جاء بسبب حاجة الإنسان لشيء معين، والإنسان في الناس آخرين استغلوا هذه الحاجة وكرسوها، سخروها لأنفسهم ولغايات شخصية. أي نعم، بكل تأكيد. أخي خلف خلينا نقول مين هو خلف المؤمن وخلف الملحد، شو الفوارق، شو الراحة النفسية، خلينا نقول بالله كثير بيقولوا لنا انه اذا كنت مؤمن تكون نفسيتك مرتاحة اكثر ومطمن اكثر، شو الفوارق اللي شفتها انت كتجربة من الايمان الى الالحاد يعني؟ تفضل. كانسان مؤمن، كخلف مؤمن، كنت متناقض مشوش،
مضطرب، كنت بالإضافة لموضوع الميول الجنسي، والناس تعرف خلف ميول الجنسي إيش، وموقف الدين وموقف المتدينين وموقف الناس من المثلية الجنسية وإلى آخره، مع أني في آخر فترة وجدت تفسير، يعني هذا موضوع آخر، يعني وجدت تفسير وتأويل في موضوع المثلية الجنسية، ولكن الغالبية الغالب على الأمر أنه مدان، خلاص مثلي مدان. يعني حتى لو في تفسير بالدين الإسلامي تجد المسلمين سوف يلجأوا يرفضوا هذا التفسير ويلجأوا إلى موضوع الإدانة. فكنت يعني متناقض بعلاقتي بعلاقاتي الجنسية، كانت علاقات جنسية مثلية ومتدين، وموضوع المذاهب والتشويش والأفكار والضوضاء، ضوضاء الاختلافات المذهبية والاختلافات العقائدية بين المسلمين، التناقض الوجهين، الوجه يخرج به إلى الناس لكي يرضي الناس عنه، ووجه آخر محتفظ فيه لنفسي، يعني حقيقتي في غرفتي بين أربع جدران، محجوزة بين أربع جدران، حقيقتي بين أربع جدران، والكذبة هي المشهورة، أو الشيء الكذب هو المشهور والمرئي أمام الناس. حاولت الانتحار مرتين، حاولت الانتحار مرتين، في أول مرة بال93، ثاني مرة في وسط التسعينيات، لا أذكر بالضبط متى كانت، ولكن يعني طبعا كما هو واضح أمامك أنها فشلت المحاولتين، يعني أحياء نور نرزق. مثل ما أقول أنا سعيد كثير أنه فشلت المحاولات هاي. أنا ما راح بدي أتطرق لهال مسألة الانتحار، بصراحة أنا ضعيفة، بلكي في المستقبل نحكي فيها، ما بعرف يعني أسباب أشياء. بس هلا أنا عندي اتصال من جانو، الأخ جانو. أخي جانو تفضل. تحياتي لك حبيبي جانو واللي ضيف الكريم الخلف. يا هلا. أتطرق على المسائل الدينية، بس عندي سؤال شخصي للأخ خلف. ما هو شعور بعد الإلحاد؟ بالضبط هذا كان بدي يجاوب عليه هلا، كنا عم تفضل اخي خلاص تفضل. طبعا لما حكينا عن موضوع اللي كنا نعاني منه في موضوع التدين والالتزام، وانه غيرك لازم يفهم بالنيابه عنك، وانه غيرك لازم يفسر بالنيابه عنك، وانت يعني لا تسال لا يسال عما يفعل وهم يسالون. لموضوع الإلحاد، لما يصير موضوع الإلحاد مش مذهب زي ما بيحكوا الآخرين، يعني هذه بالمناسبة هي 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 نتيجة، ويعني أستطيع أنا ويعني أعطيك موقف خلف ناحية فكرية أجنوستيك، يعني الآن أنا لا أدري أجنوستيك، تمام؟ يعني هذه الحالة اللي أنا فيها الآن، الأسباب اللي كانت الأسباب الرئيسية اللي كانت تسبب لي، أو الأشياء اللي كانت تسبب لي الاضطراب والقلق والتشويش والحيرة والتناقض والاضطراب، الآن الأسباب هاي صارت بنظري أسباب، يعني هي كانت مقدسة، هو الدين بشكل عام ونصوصه الحرام والحلال. الآن هذه النصوص تم تجريدها من القداسة، بالتالي لم تعد تلزمني، بالتالي الأشياء اللي كانت تسبب لي إياها من اضطرابات راحت، تشويش راحت، التناقض راح، الخوف الرعب عذاب القبر وعذاب جهنم وعذاب كذا وضمة القبر، ولو نجا من أحد، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الصحابي، ضمة القبر وقد ضم عليه ضمة حتى وجد منها الجهد، يقول لك في الحديث. الخوف الرعب، الخوف من الموت، الخوف من الشيء غامض، يعني في أشياء غامضة في حياتي كنت أخاف منها، لأن الغامض مش خوف، الغامض ممكن أنا أبحث أجربه أختبره أبحثه أدرسه، فالنتائج تطلع لنا النتائج خلاص أطمئن إلها. الأشياء اللي ملازات بمرحلة الفرضية أو الغموض أو الغير معروف في المستقبل راح نعرفه. طبعا الحالة النفسية راحة نفسية بشكل، يعني يمكن صورتي وجهي مظهري شعري نفسه اختلف عما سبق.
ردود افعالي على المخالفين لما يجيني الانسان ويسب ويشتم، بالغالب الان ما برد، بطل يعني بطل يستفزني اي انسان. كنت استفز بسهوله، كنت استفز بسهوله، الان وضعي يعني مستقر، نفسيتي مستقره. الكوابيس، الكوابيس كنت اشوفها لو وصلت لكندا اول شهرين، كنت اشوف الكوابيس اول شهر، كنت كوابيس باستمرار، وحتى في السكن المؤقت كنت اسكن فيه اللي كانوا معاي الجروب كانوا يصحوا بالليل على صوتي وانا اصرخ. الان هذا كله ما في منه، كله راح ابدا. اي نعم، انا احييك بصراحه واحيي شجاعتك اخي خلاص. طيب جانا، في عندك اي اسئله ثانيه حبيبي؟ لا شكرا حبيبي، بس تطرق اخ خلف على موضوع القدسيه. نعم، بدك اياه يتطرق لموضوع القدسيه بالضبط. اذا حبيب المسلمين، نصيحه لكل مسلم، اذا بدك تعرف الحقيقه فقط شيل القدسيه واقرا القران كاي كتاب ثاني، وراح تلاقي نفسك اوتوماتيكيا لا ديني. شكرا لك. شكرا لك جانا. صحيح كلامه، صحيح موضوع القدسية، تقديس الأشياء، تقديس النصوص، تقديس الأشخاص تعطل التفكير، تعطل طرح السؤال، انك تطرح السؤال تبحث له عن جواب. طبعا الناس بيقول لك فكر، ناس يعني غالب الناس مش فاهمين ايش تفكر. انك التفكير انك تطرح السؤال، يكون امامك سؤال مطروح، شيء غامض، اطرح السؤال بكل جرأة، كن وقح في طرح السؤال. طيب في معنى اتصال من الاخ فيصل، تفضل اخ فيصل. السلام. انت عمرك سمحت شيخ قلت له عندي مثلا مليون مثلية، ولا تروح تتدين عشان انك تدينت زيادة في الدين، او وانت شيخ هتحرج لك انا مثلا قال لك انا عندي مليون مثلية، قال لك لا هذا عشان بعيد عن ربنا ولازم تقرب عن الفئة اكثر عشان تعالج المثلية. وبعدين انت كيف عمرك الكبير وعد طويل وانت مسلم، انه كيف طمست شعرك المثلية وما عندك شيء شعر ثوي للأنثى، إلا إذا كنت طويل، بس كيف طمست لفترة طويلة وأنكرت شعورك كرجل مسلم؟ حسب ما فهمت من كلامه، إنه هل فعلا إنه المثلية أو ميول الجنسي له علاقة بالإلحاد مثلا؟ لا، هو كان سؤاله انه انت كيف يعني انت الحدث بعمر متاخر، كيف تقوص مشاعرك المثليه لكل هالفتره الطويله هي، وهل مثلا واجهت الشيخ وقال لك تدين مشان تكون مشاعرك المثليه يعني ترضي الله يعني؟ نعم، هي قصة صارت معي، أنا بحكيها القصة على سبيل ليست الاستهزاء وليست تفاخر أو شيء، يعني أنا يعني عندي يعني حتى لو كنت إنسان لا ديني وإنسان أجنوستيك أو يعني لا أؤمن بالأديان، وفي نفس الوقت يعني أحترم، يعني ما أستخدم أسلوب استهزيء وأسلوب التسخيف وأسلوب الاستفزاز، لا أبداً. القصة اللي صارت معي كالتالي، طبعا انا ما صار موضوع التناقض، تناقضي هو اكثر شيء كان بين ميولي الجنسي وبين تديني، وانه انا كنت في ذاك الوقت من المفهوم الموضوع اللي انا بفكر فيه، هذا الشيء الاشياء اللي بفكر فيها ونظرتي للذكور وكيف شعوري تجاه الذكور كان يولد عندي الذنب، عقدة الذنب، وانه انا مذنب، دائما هذا اللي بفكر فيه شيطان. طبعا هذا الشيء اللي بصير تفكر فيه انت دائما بقول لك هذا وسوسه الشيطان، بس هو لا، بالصحيح انه هو اسئله تطرحها عقلك. فلما انا صرت يعني بالسن، لما التزمت، بدايه التزاماتي كانت في 90 91، وصرنا نعفي اللحيه وندخل المساجد ونقرا ونناقش ونحفظ قران والى اخره ونجالس المشايخ،
كان كل ما تدينت أكثر كل ما زادت عقدة الذنب عندي أكثر. فحاولت إني يعني أتخلص من هذا الميول، كونه أنا أجد أن هذا الميول أو هذا الشيء اللي بفكر فيه شيء مسخ، شيء ملعون، شيء مرفوض، يجب أن أتخلص منه. مش لأني أنا مقتنع، لأنه الدين فرض علي، لأنه الدين بيقول لي أنت حرام، أنت بتعمله هذا حرام، اللي بتفكر فيه هذا حرام، واللي بتفكر فيه هذا وسوسة الشيطان، والناس رافضيته، والناس فرضت علي أن أفرضه، وهو شيء يعني شيء أنا وعيت عليه، يعني شيء لم أكتسبه، شيء يعني وعيت على هذه الدنيا وهو معي. لا أذكر متى آخر مرة لم أك يعني أني كنت مثلا غير الجنس ثم تحولت، لا خلاص وعيت على هذه الدنيا وأنا على هذه الحالة. فلجأت في البداية لشيخ كان مدرسي أستاذ مادة الرياضيات، مصري، هو درسني رياضيات 4 سنين في المدرسة، وكان ملتحي سلفي هو، والآن هو معروف، شيخ معروف على مستوى الأردن وعلى مستوى العالم العربي. فروحت على مسجده، قررت أروح على مسجده وعلى أمل أنه أجد الحل عنده. فصار أنه رحت وزرته وجلست معاه، وبين قبيل صلاة المغرب كان يشرح، أظن في ذاك الوقت كان في بدايات شرح رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. فجالست الشيخ وحكيت له، قلت له في موضوع مهم، عرفني هو، قلت له في موضوع مهم بدي أحكي معك، موضوع خطير، وأتمنى يكون صدرك رحب وتتقبل وتفهم مشكلتي. صلينا المغرب، شرح وخلص الدرس، صلينا المغرب، بعد المغرب حكى الدرس، بعد نهاية الدرس أذن العشاء، وصلنا العشاء وجيت على الشيخ، قلت له يا شيخ أنا وضعي كذا 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 كذا. طبعا وجه الشيخ هيك عبس وصار هذيك اللحظة صراحة لما شفت ردة فعله ندمت إني خبرته. قال لي طيب أنا بنصحك إنك يعني إنه هذا وسوسة الشيطان. طبعا على طول اللي الشيء اللي جاء حكى لي إياه وسوسة الشيطان، أول تشخيص حكى لي إياه مباشرة وما في غيره، هذه وسوسة الشيطان، أنت لأنك إنسان ملتزم في بدايات حياتك، والشيطان ما بروح على الخمرات، ما بروح على بيوت الدعارة، ما بروح على المساجد وينتشل أهل المساجد من مساجدهم، هيك الكلام اللي حكى لي. قال أنا أنصحك إنه يعني الآن في المسجد، الآن في هذه الليلة اعتكف أنت في المسجد من صلاة، تسبيح، استغفار، دعاء، واخلص في الدعاء إلى الله، ولما تروح على البيت يعني التزم بالسنة أكثر، والتزم كل ما الأفكار هاي تجيك التزم بالسنة أكثر، طبق سنة أكثر، أدي عبادة أكثر، صيام، نوافل، كل ما تصير تفكر بهذا الكلام يعني بهذا الموضوع. فقلت ماشي. فجاء راح ذهب للمؤذن الخادم في ذاك المسجد وأخبره، قال هذا الشاب خليه في المسجد، بده يعتكف في المسجد، أعطيه المفاتيح. فأنا كل فكري أنه أنا راح أعتكف في المسجد لوحدي وراح يعني أنفرد بالله لحالي يعني. فبصلي، بعد ما صلينا العشاء قمت أصلي السنن وصليت تنفلت بعض النوافل، يعني صرت أصلي بعض النوافل في اللي هي النافلة اللي هي آخر صلاة، نسيتها يا رجل. مش النوافل، مش نوافل، هي نعمة النسيان رائعة بصراحة. صدقني نسيتها، صدقني نسيتها، الوتر وتر، صحيح وتر، الوتر. فأوترت يعني صلاة، صرت أصلي يعني أصلي أستني الناس تطلع، يعني أبصلي الركعات وأبغز بهالركعات، أنا بنطح بهالركعات وبستنى الناس تطلع حتى يعني أصفي ذهني. فبصلي بسلم أنا على يساري، بطلع على يميني، بطلع له في بعد ما فضيت الناس له في واحد قاعد شيخ ملتحي يعني شاب، هو يعني بزيدني على 4-5 سنين بزيد بعمري. بطلع حوالي بعد ما سلمت بطلع حوالي ما فيش غيره، فقعدت أنا جلست أستنى لحتى يطلع، ما طلعش، طلعت هالناس سكرت هالباب طلع إجا وجلست، السلام عليكم. عليكم السلام. قال أنت اسمك خالد؟ قلت له أهلا وسهلا. قال أنت تعرفني؟ قلت له أنت فلان.
قال انا والله الشيخ حكى لي هيك هيك مشكلتك. انا ما قال لي هيك شعر راسي وقف. قلت شو هذا؟ مفروض انه يعني مفروض هذا اول شيء، اول مصيبه سواها صراحه، اول مصيبه سواها انه اخبر واحد مفروض ان كلام السر بينه وبينك، ليش تروح تحكي لهذا؟ فصارت الجلسة بيجلس معي صار يذكر في الله ورسوله كذا والإسلام والدين ووسوسة الشيطان وكيف إنه الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم ومن الكلام هذا. بعدين صار يطرح علي أسئلة، أسئلة شخصية يعني في موضوع الميول، يعني بإيش بتفكر، كيف بتفكر، شو بتخيل، تتخيل حالك. طبعا أنا بحكي بجاوب أجوبة بتحفظ وبإحراج وخجل إلى آخره. فصار هو يطلب مني أكثر تفصيلات أكثر، قال لي أنت تحكي معي وكأنك تحكي مع إنسان برا، يعني بدي أفهم، بدي أفهم بالضبط شو بتفكر. فصرت أحكي معه بالتفصيل. قال لي نمت مع ناس، عملت مارست جنس مثلي مع ناس؟ قلت له نعم. قال لي كيف وين وليش وكيف صار ومن هالكلام. فصرت أحكي له بالتفصيل أنا وأفصل له وش كيف عملنا وكيف سوينا وهذا. فتطور الموضوع، تطور الموضوع، صار في تحرش من الشاب، في تحرش جنسي يعني تحرش. فتطور الموضوع، تطور حتى انتهت القصة في اتصال جنسي في المسجد. في المسجد أنا أكرر، أنا أقول هالقصة أكثر من مرة، قلت أكثر من مرة أقولها مش من باب التفاخر أو من باب والله نوع من الاستجلاب، لا، لأنه حتى أحط إيدي على الجرح أنه أنت يعني جيت شخصت لي حالتي ولا زالوا بشخصوا الحال لحد الآن، أنه وسوس الشيطان ولازم تتقي الله ولازم ترجع إلى الله وأنت كنت شيخ وكنت من عارف من هالقصص. انتهت الموضوع ويعني قصة طويلة، صارت أنه اغتسلنا، نزلنا اغتسلنا، كيف اغتسلنا، كيف صلينا، كيف ما بعرفش. وتبين انه هو الشخص نفسه هذا كان جاء في السابق جاي للشيخ نفسه وحاكي له قصته انه بيعاني نفس المشكلة وبنفس الميول، ونصحه الشيخ بالزواج وراح تزوج وتورط بالزواج، وقال انا لا زلت على ما انا عليه، ما تغيرت شيء ولا شيء، وجيت انا مجيت سألتك انا هالأسئلة التفاصيل هذه لحتى اشوف انه فعلا انت بتشعر باللي بشعر فيه ولا لا، وتبين انه انا وياك بنفس الكفة. راح الرجل، راح وما شفته. طبعا راحت هذه القصة، وبعدها المسجد هذا نفس المسجد ما زرته، ما فتته. يعني حكيت لما كنت في الأردن أروح أمر المنطقة كلها اللي هو فيها، يعني لما أمر منها أشعر بكل كآبة الدنيا نزلت على رأسي. فتجربة، زلت أقولها مريرة يعني، وتجربة لا أتمنى أنها يعني أنها تتكرر. فكانت هذه تجربتي من ناحية كميول بالنسبة للدين وللمشايخ شو نصحوني وشو أخبروني. فيما بعد لجأت لأخصائيين نفسيين وبرضو ما استفدت، يعني كان عبارة عن يعني عبارة عن تجارب، زي عبارة عن الشيء زي رفع عتب، يعني أنت جيت زرتني خلاص رفع عتب بيعطيك هالوصفة. وطبعا صراحة يعني الحبوب أو الأدوية اللي كان يعطوني إياها كانت تسبب لي هلوسة، نوع من الهلوسة، ما كملتها ورفع يعني كبيتها وما عادت، يا خلص يعني استسلمت لوضعي ولا لبؤسي ولا حزني ولا تناقضي، ولا حتى بلش الفكر عندي يتنور، يعني مخي يتنور. بنفس الوقت يعني أجد تفسير، بالمثلية بالنسبة للإسلام يعني، وعلاقة الإسلام بالمثلية. وعشت آخر فترة بإيماني بين إيماني وبين ميولي اصطلحت، يعني بفترة بتقريبا سنة، سنة ونص، اصطلحت، استطعت أن أصطلح مع نفسي مع ديني تديني. فموضوع الميول، ميول جنسي، ليس له أي علاقة في موضوع الفكر اللي أنا فيه الآن، إنه أنا سبب الميول الجنسي. لا، في أئمة الآن، في أئمة مشهورين، الشيخ محمد زاهد لودافيك، الشيخ المثلي الجنس من أصول جزائرية مقيم في فرنسا، فتح أول مسجد للمثليين في فرنسا، وهو صديق إلي على الفيسبوك وتحدث معه أكثر مرة. وفي صديق آخر أمريكي، الشيخ ضيائي عبد الله، شيخ مثل الجنس وهو إمام مسجد، وكذا في كذا شخصية بالعالم موجودين الآن
مشايخ معلنين مثليتهم، ملتزمين بدينهم، ما عندهم مشكلة أبدا. فما المثلية، العلاقة المثلية الجنسية ما لها علاقة بالحادي. نعم أكيد أكيد أخي خلاص. طب أخي فيصل رجع اتصل فينا مرة ثانية، تفضل أخي. هلا غير عن الصديق. فيصل ثاني. أسألك. أوكي فيصل ثاني. لو أنت وأنت صغير تعرف لغة ثانية وأنت صغير يعني في المدرسة، ولو أنا عرفت عن المثلية باللغة الثانية كان ممكن يساعدك وأنت صغير ولا لا؟ ما لو 16 15 لما كنت تعرف فرنسي او انجليزي، لما قريت مثلا في المصادر بالانجليزي استفاد من اشياء عادي. اوكي اذا لو انت صغير قريت عن هذا ولا بس شكلك كنت محبوس انه بلغه واحده بالعربي والعربي كلها اخذتها لشيوخ عم يعرفوا عم يفهموا انه غلط وحرام وبصير تشرب. تمام تمام اخي فيصل، شكرا كثير لك. هي فكرته انه يعني بما ان اللغه العربيه اغلبها كلها ديانه، وتعرف انت الثقافه العربيه يعني باللغه العربيه تعبر عن الثقافه العربيه، هو قصده كنت تعرف لغه انجليزيه مثلا تقرا اشياء علميه عن المثليه الجنسيه. نعم نعم. لا هو اللي صار انه الحل عند المسلمين دائما ممنوع. يعني انت بدك تعرف مثلا، انا يعني كخلف وكمثلي الجنس وأنا واحد من الملايين موجودين الآن في عالمنا العربي، يظن كل واحد كل إنسان منهم الآن يظن أنه هو الوحيد في العالم، أنه هو الوحيد الوحيد اللي بيشعر بهذا الشعور. تعتيم إعلامي حتى بالأفلام الأمريكية لما يلفظوا كلمة جاي بترجموها على إيش؟ غريب الأطوار أو منحرف أو شاذ أو غير طبيعي أو ما بعرف إيش. طبعاً أنت لما تجيك هالترجمة هذه ما بتفهم إيش معنى جاي ومين هو هذا، شو هو الجاي هذا. ظليت أنا ظليت بحالة لا معلومة، لا أعرف شيء عن طبيعة ميولي وشو إيش هو ميولي وشو هو هذا اللي بشعر فيه، إلى أن فتحت أول حساب فيسبوك. أو قبل ما أفتح حساب فيسبوك وصلنا الإنترنت في بيتنا في 2009، لما اتيحت لي الفرصة أني أبحث، بحثت عن المثلية الجنسية بهذا اللفظ. أنا شاذ جنسي فما هو الحل؟ ما الحل؟ بحثت في الجوجل تحت هذا العنوان، فخرجت عندي النتائج بالمئات. طبعا المشاعر كانت مختلطة عندي بين الحزن والصدمة وربما الفرحة والراحة، مع شعرت نوع من الراحة انه انا مش لحالي، وجدت انه في ناس مشتركين معي بنفس الهم، مشتركين معي بنفس المشكلة، وانه ممكن انا اجد عندهم حل اني احكي معهم واني افتح الموضوع لاول مرة في حياتي افتحه مع انسان غير مع الشيخ. يعني لأن الموضوع اللي فتحته مع الشيخ كانت مأساة، دمرتني بالمرة. يعني اني راح افتح الموضوع مع انسان باسلوب سين جيب، احكي وانا انت احكي، انت فضفض وانا فضفض بهذا الكلام، يعني بهذا الاسلوب. فصرت شوي شوي اتعرف على المصطلح، بدل الموضوع الشاذ واللوطي صار مكان مصطلح اللي هو مثل المثلية الجنسية. بعدين صرنا نقرا في ويكيبيديا موسوعة الحرة، بعد هيك صرت اتعرف تحت فيسبوك وصرت اضيف ناس عندي على الصفحة وصرت احكي معهم يحكوا معي واتناقش معهم، وتبينت انه انا من واحد من الناس في ذاك الوقت اني مسبوق. انا كنت يعني بتطلع لو في جروبات المثليين وفي صفحات المثليين وفي اول مجله مايكالي للمثليه الجنسيه، اول مجله الكترونيه تصدر بالاردن تعنى بمجتمع ال جي بي تي والمثليه الجنسيه، واللي أسسها شاب اسمه خالد، نوجه له تحية إذا بيشوف الفيديو. وهو هذا الشاب خالد هو اللي ألهمني، هو اللي شجعني، يعني هو اللي
اللي اخرجني من اللي انا فيه وشجعني اني اعمل صفحه على الفيسبوك وشجعني اني اعلن واني احكي واني اناقش واني اجادل والى اخره. فكانت يعني كانت متاخره يعني انا كانت جدا جدا متاخره موضوع اني اتعرف على طبيعه ميولي، كانت بعد سن 38 سنه. بيقول المثل يعني ان تفضل تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي، يعني للاسف الشديد هو مجتمعنا ظلم كثير ناس. الخلفة في انا لاحظت شغله عم بتقول ميولي الجنسيه، يعني ميولي كان شغله انا بسميها طبيعه جنسيه، هي مثليه مثل ما بتعرف، يعني هي طبيعه، شكل من الطبيعه، يعني شكل من اشكال الجنس الطبيعي اللي ليست انا اميل لها المساله هي او اميل لها المساله هي طبيعتي. يعني انا فلاحظت انك عم تقول ميول، وبصراحه بدي اسالك اذا الان الويكيبيديا الميول هي لغيتها من مخك ولا لسه؟ مره ثانيه اخر سؤال، قصدي لسه انت بتعتقدها ميول ولا بتعتقدها طبيعه؟ لا هو 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 هو, هو هي طبيعه وميول، يعني ما يعني كلمتين مترادفتين، يعني كلمتين مع بعض يعني ماشي مع بعض، يعني ما بتناقضوا مع بعض، لانه يعني هو مصطلح يعني بيعرفك مصطلح، مش بيميزك، مصطلح لا يميزك عن الاخر، لا يميز ولكن يعرف كونه. يعني الان الناس تجهل في الموضوع، بقول لك انا انسان غير الجنس اذا انا طبيعي، لا هو انت مش طبيعة، هذا انت ميولك هيك الجنسي، يعني ميولك الجنسي مولود عليه، انت مولود على هذا الموضوع، لم يكن لك اي خيار، انت كانسان بتحب او بتميل بالجنس للجنس الاخر، انت هذا شيء مولود عليه، شيء مخلوق اذا صح نصح نسميه مخلوق، شيء مخلوق عليه انت، لم يكن لك اي يد فيه، ليس له علاقة بالتدين او بعدم التدين، ليس له علاقة بالاخلاق او بعدم الاخلاق، ليس له علاقة بالتربية، ليس له علاقة بأي شيء من القيم أو هذا شيء ميول جنسي تولد، طبيعة تولد عليها، ميول جنسي طبيعة تولد عليها تخلق عليها. وطبعا موضوع موجود بحث فيه الإمام، قال الإمام بعدنا بسيرة الأئمة، احنا بحث فيه العالم العالم كينزي، عالم أحياء أمريكي معروف، وإله جدول بيقسم في الميول الجنسي بين الغيري وبين المثلية، فتجد انه في بين الغيرية الجنسية والمثلية الجنسية انواع، يعني احنا الناس تقولب حالها وتقولب، تجعل نفسها في قوالب، يا اما ابيض يا اما اسود، اما يا اما ابيض يا اما اسود، اما غير هيك فانت شاذ، انت منبوذ، انت غير طبيعي. لكن الطبيعة متنوعة بالوان الطيف، بألوان الطيف، وكل لون له درجات. الميول الجنسي هو نوع من أنواع الطبيعة موجود عند الكائنات كلها بشكل عام، وهي درجات. الغيرية الجنسية والمثلية الجنسية نوعين من أنواع الجنسانية أو هويتين جنسيتين. ما بين هذه الهوية وهذه الهوية في هويات، في أنواع هويات لا تستطيع أن تقولبها في قوالب. فهذا الذي خرج بها العالم كينزي والعلماء الآخرين ووضع حد للقولبة يعني، ولكن لا زالت الناس بسبب الدين، أهم شيء بسبب الدين، تقولب الناس بقوالب محددة. أي نعم أكيد. طيب خلينا نأخذ شوية أسئلة من اليوتيوب، تعليقات الأصدقاء. في الأخ محمد فضل عم بيقول: سلام أخ جان وتحياتي إلى ضيفك الكريم، ممكن تسأله عن مدى انتشار المراكز الإسلامية في كندا، وهل يتوقع ظهور جيل إرهابي كندي مثل ما حدث في أوروبا؟ للأسف خلينا نحكيها، للأسف إنه في طبعاً في يعني كنت في كم قبل يوم او يومين كنت مع صديقتي شاي من الجزائر، مقيمه في امريكا الان، هي على قناتها، تشرفت في مقابله معها على قناتها على اليوتيوب، وذكرنا موضوع الاندماج، تطرقنا لهذا الموضوع. نعم في كندا ياتي الانسان المسلم ومعاه يحمل تعاليم الاسلام وتطرفه
والمشاكل الطائفية. أنا في تجاربي هون من خلال اختلاطي مع بعض الوافدين، وافد عراقي اسمه أبو عمر في مركز إسلامي موجود في فانكوفر، لما رحت زرته كطلب للمساعدة يعني والنصح والتوجيه، فكان انه صار يعطيني زي توجيهات دينية. يعني اول شيء قال لي في مراكز إسلامية للصوفية، في مراكز إسلامية صوفية، وفي للشيعة، وفي للإباضية، وفي للزيدية، وفي للمراكز للقاديانية، وفي مراكز هذه المراكز الفلانية أنصحك ما تروح لها، ما تروح لها، وفي مراكز فلانية الفلانية الفلانية هذه أنصحك تروح لها. طبعا هو بالطبع بالضبط، فهو يعني العقلية موجودة، التطرف والطائفية موجودة، وأضف على ذلك المراجع اللي بيعتمدها مراجع السلفية، السلفية الوهابية، السلفية الحنبلية، يعني الرجل الحنبلي، حنبلي الهوى ومذهبه يعني سلفي، وعنده كتب موجودة في مكتبه مترجمة، يعني العجيب مترجمة، استغربت أنا، كتب لابن تيمية وبعض الرسائل أو مقتبسات من كتب ابن تيمية مترجمة للغة الإنجليزية، وبعض الكتب العقائد أيضا مترجمة للغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. وجدت في المركز وافدين، يعني ناس يفدوا وناس يرتادوا، أو رواد، يعني رواد المسجد، ومن للأسف يعني وجدت من النفس الكرديين يعني دخلوا بالإسلام وبدخلوا بالإسلام وبيرتادوا هاي المساجد وهذه المراكز. نعم في مراكز كثيرة، في مساجد كثيرة، وجدت مساجد تركية، مساجد إيرانية، مساجد عربية، مساجد هندية، مساجد أفغانية، مساجد باكستانية، و يعني موجود، يعني الشيء اللي تسأل عنه موجود. وبس الخوف، انه هل يوجد خوف؟ انا كخلف نعم، في ظل هذه الانتقال العشرات الالاف الان من دولنا العربية، خصوصا من العراق ومن سوريا الى دول اوروبا والغرب، اظن انه يوم الايام راح نتفاجأ. هي ناحية أمنية، في تشديد أمني، في تشديد أمني، وفي رقابة، وفي شيء يعني ممنوع مسموح من ناحية الدين، يعني التدين. ولكن يعني حسب اللي بشوفه بسمعه، لما اختلط في الناس وأناقشهم وأحاورهم، لما أسمع من الناس شو بتحكي وإيش مواقفها، يعني لا تستغرب إن يوم الأيام يطلع لك واحد مجاهد في سبيل الله يخش معاها السلاح ويرش الناس هون أو هناك، يخش له على بار ويخش له على ملهى ليلي ويعمل. أنا أتمنى أنه ما يحدث، التخوف موجود، ولكن أتمنى أنه ما يحدث، أتمنى. أكيد، ونحن نتمنى، وأنا متأكد يعني هو الصحيح راح تصير مشاكل، ولكن يعني أنا أملي كبير أنه الناس تفهم وتوعى المأزق التاريخي اللي نحن فيه بصراحة، يعني بسبب الدين. في الأخ ما زال عم بسأل، لو تكرمتم أريد أن أعرف كم من الوقت مضى على بدء البرنامج. شكرا، أهلا بك بضيفك المحترم. أنا ما بعرف إذا هاي من 27 دقيقة، ما بعرف شو قصده بالضبط. إذا البرنامج هذا صار له تقريبا ساعتين إلا ربع، وراح ننهي الحلقة تقريبا. نعم يعني، وأسفع الإطالة أخي خلف. إذا قصدك أن البرنامج عام من أين تبلش، وبلش من الشهر التاسع السنة الماضية، ولكن فعليا بلش بعد رأس السنة لما بدأنا نستضيف ملحدين في البرنامج، فاختر أحد الجوابين يعني. وفي سؤال أخير أنا راح أسألك يا أخي خلف، هو الأخ أظن ملحد علماني عم بيقول، سؤال خلف، ما هو أفضل موقع إلكتروني لتنزيل الكتب الإسلامية، وما هي المراجع الأساسية لفهم الإسلام كما هو؟ وشكرا لك يا نبينا جان المحترم ولضيفك الكريم الإمام خلف،
يضحك بعدها، عاشت كندا البلد الحضاري والإنساني الذي حمانا من أهلنا وأوطاننا. تحياتنا إله باقي المشاهدين. إنه هو ما في مواقع معينة، هو برامج الآن، في مواقع ما تستطيع أنك تنزل برامج، ولكن تستطيع أنك تستخدمها في البحث. في بعض المواقع يعني تستطيع أنك تبحث في جملة معينة، مثلا في موضوع معين، في حديث، تستطيع أن تجد كل شيء بدك إياه. أما الموسوعات، في بسموها الموسوعة الشاملة، صراحة أنا لحد الآن ما نزلت. أنا في كنت أستخدمها فيما مضى كسي دي، كنت أستخدم على الجهاز، أشتري السي دي وأنزله في الجهاز وأستخدم الموسوعة الشاملة، تحتوي على أكثر من 10,000 كتاب من تفاسير وكتب تاريخ، كتب فقه، كتب الرجال إلى آخره. فيعني في مواقع، يعني والله ما في بخطر في بالي موقع معين، ولكن تستطيع ان تبحث تحت اسم تحميل برنامج او تحميل الموسوعه الشامله، يعني بتطلع عندك نتائج، والموسوعه يعني موثقه، يعني تستطيع تثق فيها، يعني مصدر علمي موثوق. صح ما في افضل من الكتب المطبوعه، ولكن يعني بتسد الحاجه. نعم اخي يا خلف، اذا عندك رابط مثلا لهذا ممكن نحطه تحت الفيديو، يعني بعت لي اياه ونحطه تحت الفيديو، الشباب اذا بحبوا يرجعوا له يحملوا. نعم راح اعطي بعض المواقع وروابط المواقع وروابط، اذا في بيقدر يحمل تحميل، من يعني مع انها صعوبه، لانه يعني غالبا فيها تجاريه، الامر تجاري، لازم انك تشتري، يعني لازم تشترك ولازم تشتري، ولكن راح احاول اجد لك يعني روابط لتحميل بعض الكتب اللي انت بتعتازها. يعني هو يشير اذا هو بده يبعث لك مثلا اسم كتاب معين، وانا بعطي رابط لتحميل هذا الكتاب. اي نعم. طيب اخي خلف، انا عندي سؤال اخير، وانا اسف كثير على اطاله الحلقه، يعني بصراحه يعني فرصه انك موجود معنا، ف يعني ما تاخذنا على الاطاله، يعني ولا يهمك. بدي رايك بمستقبل الملحدين، نحن كمجموعه هلا موجودين على الانترنت، كان يوتيوب فيسبوك، هل الحركه اللي صايره بالانترنت وظهور الملحدين اللي يعني مثل ما بيقولوا كما ناري بالهشيم، يعني يوصفونا هم رجال الدين يعني بهذا الوصف هذا، برايك اين، يعني شو المستقبل اللي ينتظرنا؟ أشكرك على السؤال. أول شيء يعني أنا بداية لما دخلت الإنترنت يعني النسبة العظمى من الفضل واللي عندي، يعني اللي بأدين فيه للآخرين، هو عن خلال الفيسبوك، والبعض تعرفت عليهم على الفيسبوك وكان لهم الفضل بأنهم يعني ساعدوني أكثر بأني يعني أضع حد لموضوع التدين والدين والإيمان وإلى آخره. ولكن هؤلاء للأسف الغالبية منهم اختفوا عن الساحة. اللي صار انه صار موضوع الإلحاد والملحدين سفاهة، يعني خلينا اكون واضح وصريح، وكلامي راح يكون حاد ويتحملوني زملائي الملحدين والمفكرين. صار يتجه الكثير من الملحدين لأسلوب الاستفزاز وأسلوب التهكم والسخرية، مش أسلوب النقد، مش أسلوب إنك تستفز عقلية الآخر، مش أسلوب إنك تجلب الآخر وتسمح له تتحمله لما الآخر يسبك ويشتمك. أنا لا أدعي إني إنسان كامل، لا أدعي إني يعني أنا أفضل من الآخرين، ولكن أنا أحاول يعني قدر استطاعتي إني أكون بالمستوى المطلوب. أنا على صفحتي، لو لاحظ الجميع، على صفحتي لا أطرح أي صورة مستفزة، لا أطرح أي موضوع استفزازي أو تهكم أو سخرية. ربما بعض المرات تستفزني بعضهم فأطرح يعني أضع الصورة أو كذا فيها نوع من النقد الساخر، نقد ولكن ساخر، إظهار التناقض ولكن بأسلوب ساخر. في البعض من الملحدين يدعي الإلحاد، أكون صريح، يدعي أنه ملحد، يدخل من أديان أخرى غير الإسلام، يدخل على باسم وهمي ويدعي أنه ملحد وأنه لا دين، وفي الحقيقة تجد أنه هو
مسيحي، بالذات مسيحي، في يعني يجدوا سخرية 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 وأنا ملحد. لا يا أخي، مش شكل إلحاد، مش شكل إلحاد. إذا ظل الملحد أو اللادينيين أو المفكرين بهذه الوتيرة، أظن راح مش راح نستفيد، مش راح نتقدم. يجب أن يطرح موضوع الدين كنقد، ننقد الدين، نقد إنك تجعل الإنسان أمامك يصحى، يعني بدأ مطلوب إنك تصحي أمامك، مش تستفزه، تصحي مهمتك إنك تصحي، مش تستفزه، تستفز عواطفه. إذا سب شتم تحمل، أنت وضعت نفسك في مكان مسؤول، بدك تتحمل السب تتحمل الشتم. أنا على صفحتي اليوتيوب أو على صفحتي الخاصة سامح للجميع يعلق، يسبوا يشتموا يحكوا اللي بدهم إياه، بدهم يسمعوا، بدكم تتحملوا. أنا آمل إنه زملائي الملحدين والمتنورين إنهم يرتقوا في طرحهم، يتجرؤوا أكثر، يعملوا فيديوهات علمية، نقد الدين علميا، نقد الدين عقليا، دعوة للتفكير، نطرح مثلا آيات نصوص ونناقشها بفيديوهات، مش شرط تطلع صورتك بالصوت، مثلا فيديو أو على اليوتيوب. عندك الانترنت مساحة السماء، حدودها السماء. يبتعدوا عن السخرية، يبتعدوا عن الاستفزاز، ويمشوا بالطريق النهج العلمي الناقد، علمي النقد، نقد أكاديمي، يكون نقد أكاديمي. فهم أكيد، أنا بالنسبة لي يعني عندي أرى كثير منهم منهجهم سليم 100%، منهجهم يستقطب الآخرين، فبالتالي مستقبلهم، مستقبل موضوع الإلحاد بالذات، يعني هي مش دعوة، يعني مش إنها يعني نوع من يا أما تكون ملحد يا تكون مؤمن. ناش إحنا موضوع القولبة، برضو إحنا ضد القولبة. على الأقل إنك تشجع الآخرين يفلسفوا الدين، يغيروا منظورهم للدين، يغيروا فكرهم تجاه الآخرين، يتخلصوا من العنصرية، من الكراهية، من الدموية، استبدال العنف بالطرح الأكاديمي، بالنقاش، بالحوار، تسمع من الناس لا تسمع عنهم إلى آخره. فأنا أجد أنه يعني أتمنى أن يكون مستقبلهم مستقبل رائع، مستقبل كله علم، كله تنوير، كله إنسانية. بالتأكيد، ونتمنى هذا الشيء هذا. طب أخي خلف، بصراحة أنا في عندي سؤال أخير، هو قبل الأخير ما بعرف، بس بدي إياك تضمنه، هو آخر يعني آخر مقطع، ما تضمنه مع كلمة أخيرة بتحب تقولها للمشاهدين البرنامج، هي مسألة الجهر، إنه هل تشجع الملحدين على الجهر بإلحادهم؟ وكلمة أخيرة بتحب تقولها للمشاهدين البرنامج، تفضل. رسالة للملحدين، كما أخبرت في قبل قليل، إنه يستخدموا أسلوب النقد، إنك تستفز تفكير الآخر، إنك تصحي الآخر. إذا كنت فعلا غيور وصادق على إنسانية وصادق، بدك تنشل الناس من الخرافة، إنك تتجه اتجاه النقد أو اتجاه الأكاديمي وتلتزم فيه. بالنسبة للجهر الإلحاد، طبعا آخر شيء إحنا بنفكر فيه الضرر، آخر شيء نفكر فيه الضرر، بهمني حياة الإنسان. يعني أنت في دولة مثلا لا تتسامح أبدا مع موضوع الإلحاد، وممكن تروح ضحية في يعني تروح حياتك ضحية، لا، أنا بالنسبة لي حياتك أهم. أنا بالنسبة لي لا مثلا عمر الباطويل، هذا مع أني يعني ما بعرفه كثير يعني على الصفحة، يعني من جديد تعرفت عليه، يعني لما حدث اغتياله وقتله عرفته مين هو. هذا يعني خسارة للكون كله، شاب عمره 17 سنة ويحمل عقل هذا العقل، وعنده هذا التنوير وهذا الذكاء وهذه العبقرية، يروح هيك لأنه كان مجاهر.
انا اتمنى من الاخوه، اتمنى من الاصدقاء ومن الزملاء انه نعم انا اشجع الجهر، ولكن اذا كنت في مكان في حياتك في خطر، لا، انا عندي حياتك اهم، وجودك اهم، تكون موجود وتحكي وتطرح ولكن مش تحت اسمك الحقيقي ولا تحت صورتك، يعني تكلم وانشط ولكن لا تجهر، حياتك اهم. بالنسبه للرساله هذه، بالنسبه لزملائنا، بالنسبه للناس اللي بيسمعونا واللي بيتابعوا خلف وغير خلف، احنا همنا اول شيء موضوع الالحاد ليس الدين وليست ايديولوجيا، هي نتيجه، ممكن تكون ربوبي، ممكن تكون اجنوستيك، تكون لا ادري، ممكن تكون ملحد. الغالبيه الساحقه من الناس اجنوستيك، هي اجنوستيك انك انه انت يعني موضوع الخالقين، اتحدث عن الخالقيه ليس على الاله، الخالق، وجود اله الخالق. انا بالنسبه لي خلف لم يثبت عندي بالدليل القاطع، لا يوجد دليل قاطع يثبت أو ينفي وجود خالق. أما وجود إله معبود فهذا لا إله أبدا، نفيا، نفي قاطع لا شك فيه، ما تقول 99.99%، لا 100% عندي يقين 100% لا يوجد إله معبود. والذي اخترع الإله إنسان قدر، اللي اخترع مفهوم الإلهية إنسان أقدر من القدرة. فإحنا هدفنا الأسمى هو إن نزع الحقد والكراهية بين الناس، ترتقي الناس بتفكيرها للإبداع، للعلم، للإنتاج، يكون إنسان منتج، إنسان مبدع، إنسان ينافس الإنسان الآخر بإبداعه بصناعته، وليس بمن هو الذي يبقى، من الذي يقتل الآخر. أنا بالنسبة لخلف هذا هو هدفي كخلف، أنا لست متحدثا باسم آخرين يعني. فلا يظن الناس إنه إحنا مدفوع لنا أجر، ودائما التشكيك، ودائما الشيطنة، ودائما الاتهام إنه إحنا متهمين وإحنا مدفوعين من الغرب. أنا مش مدفوع من الغرب، أنا الآن 8 أشهر راح أشتغل ممكن في مطعم أغسل صحون عشان أكل لقمتي، لا في لا راتب ولا شيء. فيعني أتمنى أن هالناس تتفهم، على الأقل تتفهم موقف الملحدين وموقف اللاذريين وهدفهم ونيتهم. نعم، صراحة في خلف نحن مدفوعين من الشرق إلى الغرب، يعني دفعنا حتى وصلنا للغرب، يعني ما الغرب. طب أنا بشكرك كثير أخي خلف، سعيد بمحاورتك وكثير سعدت يعني بهاللقاء الطيب هذا، وكان بصراحة بتعرف أنت أنا من أول ما بدأت البرنامج اتصلت فيك وأخي خلف، وأخيرا يعني شكرا للظروف اللي سمحت أنه أستضيفك بهالبرنامج هذا المتواضع. طبعا تسلمني يا أخ جانو، كان شرف إلي وسعدت باللقاء معك، وأتمنى أني ألقاك في لقاء آخر نحكي في مواضيع أخرى. تحياتي لك، تحياتي للمتابعين. أكيد أخي، وأنا بتمنى أشوفك بلقاءات أخرى بصراحة، مواضيع أخرى بفهمك القيم هذا، بثقافتك العالية، يعني يستفيد كل الناس منك وأنا أستفيد وكلنا نستفيد من بعض. بشكرك كثير أخي خلف، وشكرا أصدقائي. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.